بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. أفاق جديدة وما زال نسر الأهلي يواصل الصعود. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 812 جاية في أوقات مهمة جدا وفي لحظات نشوة وسعادة وفخر بالأهلي وتفاؤل للأهلي، علشان المهندس عدلي زي ما كلكم شفتوه جاي من لقاء مهم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ده القلم اللي مضيت بيه؟ لا طب أنا عايز أخد القلم. روح النادي. طيب عرفت ليه؟ قلت له لا اعرفه هيقول لي. عايز اعرف اللي في الورق ايه مش القلم، لكن هو المهم اكيد هنعرف كتير من كواليس هذا اليوم المهم جدا اللي اسعد كل الاهلاويه. لكن نشوف الاول ابرز ما في الحلقه من عناوين. مقالي ومقاله شراكه في حب الوطن. الغربال عراقيل أمام البطل. وبعضمة لسانه قمة المسؤولية. والشموع الحمراء عم مصطفى بأمين. وأسرار الملك عن سعيد جرمانو. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده مضمون حلقة النهاردة اللي أنا قلت لكم جاية في توقيت النشوة والفرحة والتفاؤل للأهلي وبالأهلي. النهاردة خلينا الأول قبل ما ندخل فيه نلعب ضربة البداية اللي هي دايما مقالي ومقاله شراكة في حب الوطن. بالقلم اللي مع المهندس عدلي أو قلم تاني، تم توقيع جزء من مجموعة شراكات مهمة جدا بين النادي الأهلي وشركاته المتخصصة، شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للخدمات الرياضية وشركة الأهلي للإنشاءات الرياضية وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية. هذه الشركات مع مختصين ومتخصصين من مجموعة العرجاني جروب تم توقيع البروتوكولات المختلفة بين الأهلي وهذه الشركات أو هذه الأطراف اللي بتتضمنها هذه المجموعة الوطنية في الشراكة هذه اللي هي في حب الوطن. مبدئيا وأنت في قلب الحدث المهم قريته إزاي وتفاصيله إيه؟ شوف، عشان كده أنا قلت أفاق جديدة لنسر الأهلي يواصل بها التحليق في طبقات جديدة أخرى. كويس. النادي الأهلي واجه صعوبات وتحديات، ولكن الحقيقة الغريب في شأن الأهلي ورجالته أنك أنت لما تيجي تحاصر الأهلي في شيء وكأنك تستنفر إلهامات أن يخرج بحلول أفضل. النهاردة النادي الأهلي مين ده؟ الورقه مزرجنه ما كانتش راضيه. لا ده عمر الشريف اللي بيمضي ده ولا مين اللي قدام الكابتن الخطيب ده؟ عمر الشريف صح؟ ماشي. لا ده عبد الفتاح البارودي. لا 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 عمر الشريف. عمر الشريف هتهولنا يا جماعه. طيب هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي عرجاني جروب؟ لازم نفهم عشان نفهم هو احنا بنعمل ايه، او النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب راح فين المره دي؟ ده مش عقد رعايه يا جماعه، عقد شراكه. هذا عقد تعاون يصل الى حد الشراكه. ودي بدايه. دي بدايه. طبعا بدايه. لان الامكانيات في هذه الشراكه تسمح بانك تروح لمسائل اوسع وارحب. تمام. مجموعه العرجاني هي مجموعه قويه. او العرجاني مجموعة بتشتغل في عدة مجالات مختلفة. مقاولات، سياحة،
يعني حتى بالتالي في التصنيع مجالات متعددة جدا، وهي مجموعة قوية وتتمتع بالثقة، وهي يعني نجم من نجوم الاقتصاد القوية دلوقتي في المجتمع المصري. تمام. الشراكة معاهم راحت لحتة تانية، لأن انت عملت شركات عايز تفعلها وتتوسع في تفعيلها من خلال مؤسسات راسخة تستطيع انك انت تستفيد منها، مش بس من ناحية لوجستية، لا من ناحية الاقتصادية، وده الأهم. يعني انت دلوقتي معاهم بتاخد وبتديهم، بتديهم براند وبتاخد منهم نو هاو وبتاخد منهم شراكة اقتصادية قوية محتاجها جدا 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 في هذا التوقيت. توقيت يشهد العديد من التحديات، محتاج انك انت اقتصاديا تبقى بسرعة ملفات عايز تحسمها. والموضوع زي ما قالوا كابتن وزي ما هنشوف بعد شوية بدأ من سنتين، والثقة جت منين؟ كل ما يلجأ الكابتن لمشروع متعسر، الحقيقة الناس دي اشتغلت بلا توقف ودون انتظار يعني التسلسل المنطقي للحصول على المستحقات. لأن هي المشكلة ايه؟ انت عندك فلوس بس مش تحت ايدك، هي ما عندكش سيولة. فانت النهاردة لما بتيجي بتتعاقد من ملاءة اقتصادية سليمة، انت عامل عقود بقد كده تسمح انك لو الكاش فلو او الدفعات السيولة المالية بتاعتك منتظمة، يبقى انت بتاخد سياساتك في هذا الاتجاه. فتيجي تتعطل السيولة دي، او ما تجيش في موعدها، او تشهد بعض المشاكل والعثرات، تبقى عندك أزمة. لأن في ناس بتنفذ على أرض الواقع عايزة فلوس، وعليك فلوس عند ناس تانية، وربما الاتنين بيتمتعوا بمصداقية كبيرة ولهم يعني مصداقية لدى مؤسسات الدولة. أي فأنت لما تيجي تعمل كليم حتى تقول إيه أنت ادفع ليه ده مباشرة، ساعات ما بتعرفش تعمل دي. وياما استنجدنا لو تذكر بوزير الشباب وبجهات، يا جماعه عندنا لينا فلوس ادفعوها في الحته عشان نلحق نعمل افتتاحاتنا ونخلص اجراءاتنا. الكابتن قال بعض الامثله النهارده. فلما جالك حد بحجم العرجاني والكابتن تواصل وقال له يعني عندنا مشكله عايزين نفتح الجراج ده، لانه مش بس يخص النادي الاهلي، يخص منطقه مدينه ناصر، مرتبط بشويه الكباري والتصليحات اللي عملت. مش السيولة لن تحدث إلا بإنك تعمل الجراج، تعمل جراج النادي الأهلي، وعربات والباركينج يبقى جوه، أو الركن كله يبقى جوه النادي مش بره النادي. ومن هنا الراجل الحقيقة ما خيبش الظن، وكان عنده حسن التوقع واشتغل وخلص. وبعد كده يعني سداد المستحقات اتجدول وتم. يعني إذن التناغم ده والثقة المتبادلة، الثقة في الكفاءة، في كفاءة الأداء، والثقة المقابلة في صلابة موقف النادي الأهلي وقدرته على الوفاء بالالتزامات بتاعته، خلت. طب ما نفكر بقى نشوف، ابتدى لما جت مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، كان في شقين مهمين جدا شركات العرجاني تستطيع أن تساهم فيه مع شركة الخدمات السياحية والخدمات للنادي بتاعة النادي الأهلي، الوزير يحيى راشد رئيسها، الانشاءات الرياضية بعد كده. لا المنشآت اللي لسه دورها ده جاي، ده موضوع تاني كبير، لأنه ده صلب التخصص. الشراكة. لا صلب التخصص مش الشراكة لحد الوقت. يعني هم شركة مقاولات ضخمة جدا، عندهم كذا كذا شركة، شركة سياحة. ف هيتولوا ملف نقل الجماهير اللي عايزة تروح، ومع شركة الأهلي وشركة السياحة بتاعة العرجاني هيتولوا. هينزل قريب الشغل هيتم ازاي، والسفر هيتم ازاي،
وطبعا مؤكد في وسيلة لضمان ان العملية تمشي سلس او سهلة. وده موضوع بيخلي إدارة النادي الأهلي تطمئن ان الملف ده خلاص مش عايزين البعثة. انت لو تذكر استاذ ابراهيم ان وانت في بعثة رسمية رايح تلعب ماتشات مهمة ما تقدرش تتجاهل جماهيرك، لكن لو كمان انشغلت زاد عن اللزوم خارج المهمة الفنية بتاعتك ربما تؤثر على تركيز الفريق، وده شفناه أكتر من مرة. شفناه أول مرة في المغرب لو تذكر، والسفير كان بيتدخل يحل مشكلات، وشفناه في نهائي الأبطال كده. النادي الأهلي عنده جهة خلاص تقدر تشيل المسؤولية دي ويطمئن لها. طيب الحقوق بتاعت النادي الأهلي بقى في اسمه وفانيلته والحقوق التجارية اللي بيسمح له بها خلال البطولة طلبها مؤسسة العرجاني أو العرجاني جروب، وده اللي أنا مضيت عليه النهاردة. تمام. حزمة حقوق مقابل مبلغ يعني هيكون بإذن الله مرضي يعني، وهكذا مع بقى إيه إنك تفاصيل أخرى ستأتي تباعا ودورها أن يعلن عنها الكابتن الخطيب. ده مهم جدا، لكن كمان من المهم إن احنا نعرف حضراتكم بالطرف الثاني اللي أبرم هذه الشراكة، وهي شراكة في حب الوطن. مجموعة العرجاني جروب تأسست هذه المجموعة في عام 2010 لقيادة وخدمة الاقتصاد المصري في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة الخارجية والتعاون العالمي. تركز عمل شركات العرجاني جروب على الإنشاءات والعقارات والخرسانة الجاهزة والتصدير والتجارة والنقل والضيافة والسياحة والصيانة، وجميعها تغطي مجموعة واسعة من الخدمات مع ثروة من رأس المال الفكري والمعرفة بجميع هذه الصناعات. فإن هذا الفريق في وضع مثالي لمواجهة تحدي التنمية المستدامة في الشرق الأوسط لوضع مؤشرات للتقدم ليتبعها الآخرون. مع تطور الثور الحالي للبنية التحتية للدولة بدأت مجموعة العرجاني لتكون واحدة من أكبر المجموعات في مصر التي تخدم خطة التنمية الحكومية المصرية لرؤية 2030. أبرز شركات هذه المجموعة اللي هي مجموعة العرجاني جروب شركات أبناء سينا للتجارة والمقاولات، أبناء سينا للتشييد والبناء، مصر سيناء، سيناء للخير، إيجي ميكس، وشركة إيتوس، ودي شركة متخصصة في الحراسة والأمن بتعمل في جميع أنحاء مصر بخبراتها ومدربيها، وشركة الـ NRD دي إعادة تعريف السوق من خلال تطوير وتبني تقنيات بناء جديدة لتتناسب مع الظروف البيئية لمنطقة التشغيل، وليها مشاريع كتيرة في هذا الاتجاه. أنا بس عايز أعلق على الصور اللي كانت قدامنا. دي مجموعة شركات النادي الأهلي. شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي والتسويق أستاذ محمد يوسف. ثم شركة الخدمات الخدمات الرياضية الوزير يحيى راشد، شركة الإنشاءات المهندس اللامع والمطور الكبير أيمن إسماعيل، ثم شركة الكرة العبد الفقير إلى الله. تمام. والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي في مستهل كلماته وترحيبه بالسيد المهندس إبراهيم العرجاني قبل توقيع هذه الشراكات مع شركات الأهلي المتخصصة ومجموعة شركات العرجاني جروب. هنشوف الجزء الأول من كلمة الكابتن محمود الخطيب. الحمد لله رب العالمين. كل يوم بيمر الواحد بيزداد فخر الحقيقة بالنادي الأهلي والانتماء لهذا الصرح الكبير، يعني كيان عظيم ويخليك دايما رفع راسك إن شاء الله دايما بإذن الله. خلوني في البداية أرحب بالمهندس إبراهيم العرجان رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سينا، يعني الحقيقة ضيف عزيز جدا علينا وسعداء بوجوده معانا في النادي الأهلي.
وبنرحب بكل السادة الحضور، بنرحب بالإخوة الإعلاميين والصحفيين. يمكن على مدار الفترات اللي فاتت احتفلنا بشراكات كتير مع كانات كبيرة جدا ساعدنا بالتعاون معها، لكن النهاردة شراكة من نوع خاص، شراكة وطنية قبل ما تكون استثمارية، وقبل ما مندور على أي مكاسب مادية. صحيح احنا دايما بنسعى ان احنا نزود مواردنا، لان احنا مصاريفنا كتير جدا، وزي ما قلت قبل كده النادي الاهلي دلوقتي 4 مقرات، جزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد، التجمع، عندنا 19 لعبة تقريبا، ونمثل مصر وبلدنا في منتخبات تقريبا معظم الألعاب وبنسبة كبيرة جدا جدا من اللاعبين والأعضاء بتوعنا. كل ده محتاج مصاريف، فاحنا إذا كانت الناس شايفة ان احنا بنعمل نجاحات في الشراكات، ولكن ده مش كفاية، احنا محتاجين زيادة عن ده عشان خدمة وطننا، في ان احنا النشأ الصغير منتخباتنا ازاي ندعمها، اعضائنا وجماهيرنا ازاي نسعدهم. ولكن احنا عمرنا ما نسينا دورنا او دور النادي الاهلي تجاه بلده وتجاه وطنه، وده الشيء اللي بيخلينا بنعتز دايما بالانتماء للنادي الاهلي، وبنكون فخورين بنادينا اللي دايما بيخلي مصلحة بلده قبل اي شيء. النهاردة احنا بنعلن عن شراكة، او نقدر نقول او تقدر حضرتك تقول تحالف استراتيجي بين مجموعة شركات النادي الاهلي والعرجاني جروب. هو ده التركيز في الشراكة دي، على انك تنقل بقى على مزيد من الالتحام بقضايا الوطن، وانك تدور على نوع جديد من الشغل يفتح مجالات لاستثمارات اوسع، ربما تساهم في تحريك بشكل جديد في الاستثمار الرياضي بما يجلب الخير لهذا الوطن من خلال تجربة النادي الأهلي كجزء. ما هو النادي الأهلي ده يا أستاذ إبراهيم خلية طبعا مؤثرة من خلايا الوطن، طبعا إذا اشتغلت صح هيتأسى بها آخرون، ومن ثم يبتدي يحصل نظام جديد في الشغل. هو دي أهمية الشراكة بتاعت النهاردة، تنقلنا بقى في يعني إحنا الرعايات التقليدية خلاص رسخها النادي الأهلي. طب الشغل مع الشركات في مجال الشركات أصلا بتبحث على مجالات استثمارية فيه، أيوه يعني كل شركات النادي الأهلي كده بتدور إنها تعمل شغل وتجلب شغل في استثمارات استثمارات بإذن الله تساعد على دعم يعني ولو قد كده اقتصادي، او تقديم نموذج سليم للدعم الاقتصادي من خلال الرياضه. طيب تاكيد الكابتن محمود الخطيب على انه هي دي قيمه النادي الاهلي وده دور النادي الاهلي. نشوف في الجزء الثاني من كلمه الكابتن الخطيب. قبل ما اتكلم عن شركات وكيانات النادي الاهلي الخمسه، عايز اتكلم عن المهندس ابراهيم العرجاني وشركه ابناء سينا، والعلاقة اللي جمعت بين النادي الأهلي وهذه الشركة الوطنية اللي الحقيقة اللي هي عملت وأنجزت كتير جدا من المشروعات القومية. وعايز أحكي لحضراتكم من سنتين تقريبا، يعني كان عندنا مشكلة في جراج فرع مدينة نصر، وكانت الأمور متعطلة، مش بس مدينة نصر، مش بس الجراج، كمان السور اللي على الشارع الرئيسي. ساعة احكي لكم حكاية كده الحقيقة، يمكن يعني حضراتكم اسمعوها مني. يعني ساعة 6:10 الصبح، 6:10 صباحا،
لقيت تليفون من سيد رئيس الديوان، قال يا كابتن محمود الرئيس بيمر، سيادة الرئيس بيمر، والرئيس انتوا ليه طريق النصر اللي هو شارع الرئيسي اشتغلتوا وعملتوا حاجة كويسة جدا، البوابات والأسوار، ليه بقى طريق النصر اللي هو الرئيسي ده ما اشتغلتوش فيه؟ فشرحت ان احنا عندنا يعني ما نقدرش نشتغل فيه علشان في فدانين جوه ليهم علاقة بمطار ألمازة، ما ينفعش ان احنا نعمل اي مباني فيه. دقيقتين ورجع لي قال لي اشتغل بكرة. قلت له يا فندم يعني ما يعني ما حدش هيوقفنا؟ قال لي الرئيس بيقول لك اشتغل بكرة. فده الحقيقة يمكن موضوع تاني برضو. قلت له طب يا فندم احنا عندنا الاسوار اللي احنا فيها مدينة اللي هي الجزيرة والبوابات كان فيه برضو مشكلة صغيرة. فحكيت له عليها. ربع ساعة ورجع قال لي اشتغل بكرة، خلص بكرة. هنا الحقيقة يمكن كنت عاوز أشكر سيادة الرئيس، لأن الكلام ده بقاله متعطل بقاله سنوات طويلة جدا، وخاصة الجراج بتاع مدينة نصر. وإحنا على طول الحقيقة بعد توجيهات سيادة الرئيس كل الإجراءات والتراخيص الخاصة بأسوار النادي تخلص، يا ده توجيهاته الحاجات دي كلها تخلص، وجراج النادي الأهلي لازم يخلص، لأن كان في مشكلة كبيرة جدا للأعضاء، زي ما هنا عندنا مشكلة برضو هنشوف نحلها ازاي بإذن الله. وأحاول أتكلم برضو مع المهندس إبراهيم ازاي نحل مشكلة الباركنج هنا، الجراج هنا طبعا هنا مفيش مكان، نحلها ازاي هنفكر يعني. المهم احنا اتحركنا طبعا على طول عشان ننجز أسوار النادي والبوابات ونعيد بنائها مرة تانية ونعمل الجراج. وعلى فكرة بقى مشكلة الجراج دي كان بقالها حوالي زي ما قلت حوالي 20 سنة، وأعضاء النادي في مدينة نصر بيعانوا مش لاقيين مكان، لكن بإذن الله زي ما تم هناك إن شاء الله يتم هنا إن شاء الله. وزي ما احنا اتحركنا بسرعة الحقيقة لقينا الأسرع مننا، الأسرع مننا لقينا تحرك أسرع واستجابة أكبر من الدولة من خلال إحدى الشركات الوطنية، وعلى رأسها الحقيقة رجل محب البلده ومحب للنادي الأهلي هو المهندس إبراهيم العرجاني، وقال إحنا جاهزين نخدم النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وحننجز مشروع جراج في وقت قياسي. وهنا برضو الحقيقة إحنا طبعا بنتعاقد مع شركة من الشركات الوطنية من خلال الأجهزة بتاعتنا يعني إنها هي اللي بتبني، وهم من هم بيشتغلوا مع الجهاز واشتغلوا. واسمح لي بقى المهندس إبراهيم يعني أقول لي رقم ان 30 مليون جنيه، لكن ما خدوش اي مقابل، ما خدوش فلوس يعني. فلما وصل المشكله للمهندس ابراهيم قال لهم انتوا واقفين عشان ايه؟ دي توجيهات سياده الرئيس وده النادي الاهلي، الموضوع يخلص فورا من غير ما تاخدوا ولا مليم، يخلص الموضوع وبعد كده نتحاسب. هنا الكلام وان ينصب النادي الاهلي الفضل لأصحابه بذكر الدور الحاسم لسيادة الرئيس اللي يعني اشتغل وانا ساعدك. ايه اللي معطلك؟ لان زي ما قلت لكم النادي الاهلي في مكان استراتيجي كان مرتبط باعمال رائعة جدا تمت في مدينة نصر وكباري، وكان دي هتبقى نقطة يعني نشاز كده اختناق. اشتغل بكرة الصبح وانا الاجراءات هتتم وانت بتشتغل. شركة العرجاني ليها 30 مليون جنيه، اشتغل وبعدين نتكلم. فكل الناس اشتغلت وهنا زي ما بقول يعني هو الحقيقة الرئيس وطول عمره يقولك انا اذلل الصعاب. لمين؟ للي عايز يشتغل. ما بيديش منح يعني. أن تنتظر أن تحصل على منح هذه مأساة، ولكن أن تنتظر لتحصل على تسهيلات للعمل هو ده الشغل، بسرعة الإنجاز هو ده الشغل. فأنت كل أعمالك اللي كانت متعطلة بقالها سنوات الكابتن بيقولك اللي مستني رخصة واللي مستني رسمة واللي مستني بكلمة يا جماعة ما تعطلوش الدنيا،
شغلوهم واستوفوا اللي انتوا عايزينه واحنا بنشتغل. وانت لما تشوف النهج بتاع الدولة والنهج بتاع الرئيس، ولذلك يتحقق في سنوات ما لم يتحقق في عشرات السنوات قبل كده. لان تملي كان يتقال لنا استاذ ابراهيم الفجوه بيننا وبين الغرب 50 سنة، لو استنيت هتبقى 100 سنة. فانت عايز ال 50 سنة دول يبقوا 40 30 20، تفضل تسد في الفجوات دي، عايزه منك سرعه مضاعفه عشان تعوض الوقت المهدر ده. وهنا الكلام بتاع كابتن خطيب، والحقيقه يعني من لا يشكر الناس يعني لا يشكر الله، يعني ادي الفضل لاصحابه، وكان الشكر واجب لدور السيد الرئيس، وهو الشكر هنا بيحفز لمن يرغب في العمل سيجد هذا الدعم. نشوف الجزء الثالث من كلمه الكابتن الخطيب. مش مشروع بس الجراج، في مشروع تاني برضو لابناء سينا بتقوم بيه شركه ابناء سينا، وهو مشروع المدرج، يعني كذا مشروع، مدرج الخاص بالملعب الرئيسي بقطاع الناشئين في مدينه نصر بكل مشتملاته، مش بس مجرد يعني مدرج، تحتيه غرف ملابس وتحتيه لاعبين وحكام وطعام واجتماعات وجيم وكل حاجه. وكمان في مشروع حمام السباحه في المعلمين برضو الشركه ماسكاه. وكمان في الجيم الخاص ب الشيخ زايد ان شاء الله اللي هيخلص قريب جدا باذن الله. لكن كل ده احنا بنتكلم يعني معنى كده الشراكه مش النهارده او العمل من النهارده، احنا بقالنا دلوقتي اكتر من سنتين بنشتغل مع بعض كويس. وحقيقه الواحد لقى من التعاون لشركه العجاني جروب التعاون الكامل او من شركه ابناء سينا يعني. لكن هنا بقى انا عايز ارجع بيكم لنقطه، يعني نقطه البدايه اللي انا اتكلمت فيها، وهي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى فكرة زي ما أنا قلت مش بس مشروع الجراج، أنا حكيت خلاص مشروع الجراج وكل المشاريع، لكن كان في توجيه، كل ده كان في توجيه واضح من سيادة الرئيس أنه يخلص، والحمد لله خلص، والحاجات الباقية اللي موجودة بإذن الله تخلص في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. يعني وبرضو هنا الحق لازم يقال، الحقيقة أن السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس لما بيشوف أي مؤسسة، وده كلام أنا لمسته عن قرب يا جماعة عشان كده أنا حكيت الحكاية دي، لما بيشوف أي مؤسسة محتاجة مساندة ما بيستناش دايما، وبيحب السرعة في الإجراءات، ما بيحبش الدنيا تبقى بطيئة، الناس سهلوا لهم خلوهم يشتغلوا، خلي الناس تنجز، خلي الناس تجري، يعني ده كله ده في صالح بلدنا. وكمان عنده رغبة ان كل حاجة يتم انجازها زي ما قلت بسرعة، والحقيقة وطموحة لبلده وشعبه، هو دايما بيفكر في الاثنين، البلد وشعبه. زي الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، المؤكد ان الراجل بيبذل اقصى جهد، والمؤكد انه بيعمل كل حاجة وبيتحرك في كل الاتجاهات علشان البلد. هنا بقى دورنا احنا ايه؟ دورنا احنا لازم كلنا نبقى واقفين مع بلدنا ومعاه ونساند، لان دي في النهايه بلدنا كلنا، ونساعد بعض ونتكاتف وندعم مصلحه بلدنا. وباذن الله مصر كبيره كبيره جدا باذن الله، ومصر هتعدي كل التحديات اللي احنا بنتعرض ليها. وكمان خلي بالكم يعني لما يكون بقى في فرض، احنا كلنا يعني اللي متجوزين ولسه بقى ان شاء الله اللي ما اتجوزوش يتجوزوا يعني باذن الله ويخلفوا، فاحنا كل واحد فينا عنده اسره، الاسره دي فيها 2 3 4 افراد الاسره يعني، الاب والولي الامر بيبقى دايما يعني كل شغله او شغله الشاغل ازاي يحقق يعني الطمانينه، وازاي يحقق السعاده لاهل بيته، ازاي يحقق ده؟ ما بالنا بقى بواحد مسؤول عن 100 مليون، ممكن يكون بيفكر ازاي، ممكن يكون بينام ازاي. فلازم نكون مقدرين هذا الامر، ولازم برضو نقدر الضغوط اللي عليه عامله ازاي. عايز ارجع لحضراتكم مع حضراتكم بقى لمشروعنا النهارده.
مشروعنا النهاردة هي شراكة والتعاون بين شركات الأهلي الخمسة، هم أربع شركات ومؤسسة الأهلي المجتمعية: شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للخدمات الرياضية، ومؤسسة الأهلي المجتمعية. وبرضو العرجاني جروب عندهم مؤسسة خيرية كبيرة، إن شاء الله يكون في تعاون بينا إن إحنا عايزين نصل برضو لأهالينا في كل منطقة وفي كل محافظة، إزاي نصل كنادي أهلي ويتواجد النادي الأهلي، علشان النادي الأهلي ده دوره دور الوطن يتواجد في المحافظات ويتواجد عند الأكثر احتياجا، ونحاول نكون موجودين، نحاول الناس يعني نقدم لهم خدمات. إحنا كنا بندور حقيقة على مطور عقاري، أعتقد مش هنلاقي أفضل من مجموعة العرجاني جروب. كل كيان بقى من الكيانات اللي انا اتكلمت فيهم الخمس شركات بتوعنا هيكون في تعاون بينها وبين العرجاني جروب، سواء في مجال الحقوق التجاريه او تامين المباريات او المنشات الرياضيه او الخدمات السياحيه وحاجات تانية كثيره جدا. يعني احنا مثلا النهارده داخلين على كاس العالم للانديه، ربنا يا رب يوفق باذن ولادنا يشرفوا، يعني يكون ان شاء الله في شيء جيد لبلدنا باذن الله. يعني عندنا جمهورنا محتاج يسافر، شركة سياحية، شركة هالة السياحية العرجاني جروب مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية، أعتقد إن هما الاثنين متفقين إن هما بيرتبوا، هيعلن عنها قريب جدا إزاي ترتيب السفر والحجوزات وكل حاجة بإذن الله. ده كبداية بالنسبة لبداية الحقوق ما بين الشركات أو التعاون ما بين الشركات مع بعض. يعني طبعا احنا سعداء جدا الحقيقه بهذه، انا كنت عايز اتكلم اكتر من كده، بس طبعا احنا سعداء جدا بهذه الشراكه وبنعتز بيها، وبنشكر المهندس ابراهيم العرجاني اللي الحقيقه كان حريص جدا على تفعيل هذا التعاون وباقصى سرعه ودقه باذن الله. يعني خاصه وان مجموعه العرجاني جروب حصلت على الحقوق التجاريه للاهلي في المغرب اللي انا كنت لسه بتكلم على حضراتكم او مع حضراتكم فيها. دي بداية، لكن ان شاء الله اللي جاي هيكون في تعاون اكبر باذن الله بين النادي الاهلي متمسك في شركاته الخمسة والعرجاني جروب. والاهم بقى يا جماعة من كل ده ومن اي يعني شراكات تجارية ومن اي حاجة، بلدنا ده الاهم، بلدنا مصر. هي ان شاء الله باذن الله ربنا يحفظ شعبها واهلها من كل سوء باذن الله، ودايما في تقدم وازدهار. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكم جميعا. هقول لك انا فهمت ايه، لانه لم يكن يوما الكابتن بهذا الوضوح وهذه المباشره في ذكر دور النادي الأهلي في الإسهام في توجهات الدولة ودعمها. الجو الرياضي محموم، مش عايز مناقشه، ومهموم بتصرفات كثيرة في يشوبها بعضها العشوائية وبعضها التوجيه وبعضها الـ يعني الليلة مش في أحسن حالاتها في مجال الرياضة. وده اللي كان الكابتن عايز ينبه ليه. احنا دورنا بقى من خلال نشيل مسؤولياتنا ونتحمل بعض الصعاب ونفكر في الشكل المؤسسي لمواجهة هذه الصعاب. لما بيذكر ان عندك شركة للخدمات الامنية والتأمين الجماهير والمباريات، دي الشركة الخامسة، دي ليها دور، هيبقى لها دور في تنظيم حاجات كتيرة جدا لها علاقة بدخول وخروج الناس وتأمين يعني توفير الجو الآمن. من الآخر كده في ممارسة الرياضة، لأن العرجاني عندها نفس الخبرات دي. هو قصده شركة الأهلي للخدمات الرياضية هتشتغل مع شركة العرجاني المختصة بالجانب ده. هي لا، في كيان معمول دلوقتي كان بيوقع النهاردة. فيمكن محدش يعني اتكلم عليه كتير لأنه يعني ابتدى يتفاعل قريب. وهو ذكر الكابتن خمس شركات، الاربع شركات والمؤسسه مؤسسه الاهلي للخدمه المجتمعيه. ما هي دي من ضمنها بقى دي. الخدمه المجتمعيه على فكره خلي بالك نشاط خيري،
لا ده في افاق تعاون، هو عنده جمعيه خيريه خيريه هيبقى فيها تعاون. يعني عايز اقول ان النادي الاهلي بيحاول يستبق الازمات، بيحاول يوجد لها الحلول، بيحاول يوجد شكل جديد من اشكال انك انت تخلي العمل الرياضي اولا يمول نفسه، يحل ازماته، ثانيا يساهم في استقرار العمل الرياضي بنهج راقي سليم. اشتغل وهو قال كده، واللي انا قلته الرئيس مستعد يدعم اي مؤسسه تعمل، ايوه وهيدعم المؤسسات كلها. اشتغل وانا معاك. النهارده اليوم خاص شويه او خاص كتير، لانه بيشاور على حاجات جديده وكتيره. والكلمه اللي انا يعني مش عايز اعديها كده، وهناك مجالات اخرى قادمه باذن الله اكثر رحابه. طبعا مش هسالك، مش هتسألني ليه؟ أولا أيوة. أنا مش عالم بكل شيء. أيوة. ثانيا لو أعلم شيء مش هقوله. أيوة. طب مش هتقولوا له هذا، قولوا للمشاهدين. لا، بيني وبينهم. آه. بس ما تقولوش لإبراهيم. الخير جاي يا جماعة بإذن الله. طيب الخير جاي، ده كلام جملة مختصرة مفيدة متفائلة جدا كمان. لكن الحقيقة الكابتن خطيب وهو بيعدد الجهود اللي بيلقاها النادي الأهلي من دعم ومساندة من الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وامتنان الكابتن الخطيب لكل ما يلقاه النادي من هذا الدعم، ثم تحدث المهندس إبراهيم العرجاني في كلماته المقتضبة جدا لكن فيها جمل قصيرة ذات دلالة عميقة. نشوفه. أنا مبسوط النهاردة لأني موجود في النادي الأهلي، نادي القرن، وفي ضيافة جمهور النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. وعاوز الناس تعرف انه شراكة النادي الاهلي والعرجان جروب شراكة وطنية في الاساس، شراكة في المسؤولية تجاه بلدنا والنادي الاهلي بكلمته، لانه النادي الاهلي ده غالي على كل المصريين. احنا بدأنا النهاردة بالتعاون مع النادي الاهلي، وبنرحب بالتعاون مع كل الاندية، لكن بصراحة العمل التطوعي في الاندية الجماهيرية صعب وكله ضغوط. الحمد لله ان انا بعيد، ربنا يكون في عونك يا كابتن خطيب. شكرا لكم جميعا. جملة مختصرة شاملة بتلم كل التفاصيل اللي اتكلم الكابتن فيها الكابتن الخطيب، وأشار في دعابة لكن حقيقة وعميقة. الله يكون في عون الأندية الشعبية، وأنا ما أتمناش أكون في مكان حد منهم، والله يكون في عونك كابتن الخطيب، لكن الدعم قادم لمن يعمل ويحتاجه. الحقيقه كلمه المهندس ابراهيم العرجاني هم جملتين مهمين جدا. الاهلي غالي على كل مصري، وده راجل وطني بالاساس ووطني بعمق، فيدرك قيمه النادي الاهلي ووطنيه النادي الاهلي، وتاكيده على انه هذه الشراكه هي شراكه بالاساس وطنيه. ده كان كلام مهم جدا وفي الصميم. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده هذا الالتزام بالخط الوطني لخدمه بلده. لجنه الحكام الرئيسيه برئاسه مارك كلاتنبرج الانجليزي اعلنت عن طاقم حكام مباراه القمه اللي هتكون 8:30 مساء السبت باستاد القاهره. طاقم حكام من سلوفينيا يا باشمهندس، الحكم سلافكو فينتشيتش، حاولوا تحفظوها بقى، سلافكو فينتشيتش ده هيساعدوا توماس كلانسيك واندراز كوفاسيتش، والحكم الرابع نادر قمر الدولة الحكم المصري، وحكم الفار ماتي جورج من سلوفينيا، وبيساعدوا اين بروساك من سلوفينيا ايضا. اذا طاقم كله سلوفيني للملعب وللفار، والحكم الرابع نادر قمر الدولة. الملاحظة اللي أنا ملاحظها دلوقتي، كل توجهنا إن إحنا نجيب حكام من أوروبا الشرقية. يعني مش عارفين نشوف زي زمان كان بيجي من إنجلترا، وكان بيجي من إيطاليا، وكان بيجي من ألمانيا، كان بيجي من فرنسا. طيب الحكم ده يا جماعة عنده 44 سنة تحديدا، من مواليد 25 نوفمبر 79، أدار 16 مباراة في 20
23، يعني 16 مباراة في خلال الشهر ده فقط. لا صعبة، فصعبة تكون. لا هي 22، هو يقصد 22 قطعة. في موسم 2022 2023، يعني في الموسم. ممكن. طبعا. وأدار مباراتين في كأس العالم 2022، أدار 394 مباراة، خلالها أشهر كام؟ 1655 إنذار. ده دليل إنه ده رقم صارم يعني، إيده في جيبه كتير. إيده في جيبه على طول. واستخدم الكارت الأحمر 56 مرة. 56 مرة كارت أحمر. استخدم البطاقة الكارت الأحمر المباشر 43 مرة. احتسب 93 ضربة جزاء، يعني ايده في جيبه وصفارته في بقه على طول. بدأ المسيرة الدولية 2010، اعتبارا من يوليو 2021 كان مسؤول عن 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا و19 مباراة في الدوري الأوروبي، بما في ذلك ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. إذن مسيرة، حكم في كأس العالم الأخيرة في قطر، وكان له حضور بارز وواضح. حكم ماتشين. ده الحكم السلوفيني لمباراة الأهلي والزمالك 8:30 مساء السبت إن شاء الله. على ذكر المباريات الدولية والاتحاد الدولي، كان زار وفد من الاتحاد الدولي الفيفا النادي الأهلي، كان وفد من الفيفا والكاف مع بعض. استقبلهم المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، وكان معاه المهندس محمد سراج عضو مجلس الإدارة، وحضروا اجتماع كان فيهم معاهم كمان المهندس أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم اللي بيرأسها واحد صاحبنا، وكان معاهم كمان حنان الزيني مدير التراخيص واللوائح بالنادي. الوفد ضم كل من لوكا بيتزاري وكلاوديو زانكا وماتيو دين ودوتشيو ومحمد سيدات مدير التراخيص واللوائح في الاتحاد الافريقي، ومحمد الطبجي مدير اداره تراخيص الانديه بالاتحاد المصري لكره القدم، واحمد ايهاب مسؤول العلاقات العامه بالاتحاد زي ما حضراتكم شايفين في الصور. المهندس خالد مرتجي رحب بالضيوف في النادي الاهلي في هذا الاجتماع، والوفد اكد اهتمامه الكبير بمشاركه النادي الاهلي في البطوله الجديده اللي هي دوري سوبر افريقيا. دي البطولة الجديدة اللي هتقام الموسم اللي جاي، فيها 8 أندية فقط. الغرض من الزيارة الاطمئنان على قدرات النادي والتعرف على منشآته. زاروا ملعب التتش، وزاروا غرف الملابس، زاروا استاد القاهرة باعتباره الملعب المعتمد للنادي الأهلي، وعدد من الفنادق اللي النادي ممكن يستضيف فيها ضيوفه، للاطمئنان على البنية التحتية للأندية الثمانية اللي هتشارك في البطولة. في ختام الزيارة حرص أعضاء الوفد على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن الخطيب على حفاوة الاستقبال، مع التأكيد على الاهتمام الكبير بدور النادي الأهلي فيما حققته الكرة الأفريقية من نجاحات وظهوره المميز في بطولات كأس العالم للأندية. ده الهدف من الزيارة. ومن خلال المناقشات، وفد الفيفا ووفد الكاف اتكلموا في 4 5 نقاط مهمة. النقطة الأولى إنه البطولة هتبدأ بـ8 أندية فقط، وهتتلعب بنظام النوك أوت، خروج المهزوم، عشان ما يبقاش فيه عدد كبير من المباريات. الـ8 أندية اللي هتشارك على رأسها الأهلي، واخدين قرار مبدئيا إنه مفيش دولة هيمثلها ناديين. كان بيتقال إنه هيتلعب من المغرب الوداد والرجاء، لا، واضح إنه فريق واحد فقط. حتى الآن لم يتم تسمية أسماء الأندية الثمانية اللي هتشارك، لكن هم بيأكدوا على قيمة مشاركة النادي الأهلي بوصفه متصدر التصنيف القاري، وأيضا متصدر القيم السوقية للأندية الأفريقية. هو طبعا في النقطة دي عشان تبقى واضحة، مؤكد هم جايين يطمئنوا على قدرة النادي الأهلي فيما لو أسند إليه أي شيء تنظيمي، إنه عنده من البنيه والنظام، يعني هم جايين يتفقدوا قدرات النادي الاهلي. بس هم هيعملوا الجوله دي على كل الانديه. أيوة. اللي هتتقرر مشاركتها. هم عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا بطوله قويه ما تستبعد الشكاوى اللي بتحصل. كان بيحصل كتير ان انديه تروح دول ما تلاقيش فنادق مناسبه، او ما تلاقيش ملاعب تدريب لائق، عشان كده كانوا حريصين حتى يطمنوا على ملعب التتش باعتباره ملعب التدريب، وفنادق الإقامة اللي أنت ممكن تستضيف فيها الضيوف الفرق اللي هتجيلك.
فبالتالي هم هيمروا على السبع أندية الأخرى اللي هتشارك عشان يطمئنوا على الفرق اللي هتشارك في هذه البطولة اللي واضح انها تبقى لها جوائز مالية كبيرة لو قوي. لو ليهم ملاحظات يلحقوا يتداركوها. يلحق بحيث ما تبقاش عندك كل المشاكل اللي بتتردد في بطولات القارة. المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج اطمنوا من خلالهم على ثلاث نقط مهمين جدا. هي البطولة دي مؤهلة لكأس العالم للأندية ولا لا؟ وهي اللي هتأهل لكأس العالم ولا دوري الأبطال؟ فوفد الفيفا والكاف قال لك مبدئيا انه اصلا كاس العالم للانديه اعتبارا من 2025 هتتلعب من 32 نادي، فهيكون فيها متسع، بطل السوبر هيشارك وبطل دوري الابطال هيشارك بالاضافه لعدد من الانديه الاخرى ايضا، فهيبقى فيها متسع البطوله. رقم اثنين، طيب البطوله دي بديل عن دوري الابطال؟ لا، لكن هي هتبقى البطوله رقم واحد في اجنده الكاف. اثنين دوري الابطال، ثلاثه الكونفدراليه، يعني الكونفدراليه كمان مش هتتلغي. ما بتفكركش بحاجه؟ كاس الاتحاد؟ لا، الاتحاد الدولي حاول يعملها في اوروبا. عشان كده هم هيبداوها بثمان انديه، بعد كده 12، بعد كده 16، بعد كده 24، يعني التارجت ان هم في خلال اربع خمس سنين بعد بدايتها يوصلوا لعدد 24 نادي يشارك فيها. النقطه الثانيه المهمه، طب انا كنادي اقدر اشارك في بطولتين؟ قال لك تقدر تشارك، يعني ينفع الاهلي يفضل محافظ على وجوده في دوري الابطال ويشارك في كاس في دوري السوبر على الاقل في الفتره الحاليه اللي هي 8 انديه او 12، لان هيفضل عدد الماتشات قليل. طبعا لما هتدخل في التوسع بتاع 24 نادي بعد كده بعد اربع خمس سنين هتبقى فيها صعوبه شديده جدا مع الاجنده المحليه. معرفش بقى اللي يعيش ساعتها عامر حسين هيعمل ايه. لا عامر هي دي النقطه استاذ ابراهيم، ان مفيش نوع من التنسيق بين الاتحاد الدولي والاتحادات الاقليميه ثم ومن ثم مع الاتحادات المحليه، لان شكل الدوري المحلي اذا فضل ب 18 نادي مستحيل الكلام ده يتم. طيب انا ابتديت افهم البطولات دي ليها اغراض تسويقيه لتعظيم الموارد والاستفاده من ولع العالم بكره القدم. وابتدت تتحط حوافز للبطولات الجديدة أضعاف البطولات القديمة. فإذا كان الغرض أن البطولة الجديدة تسحب البساط من القديمة، إيه تمشي معانا، تمشي أنك أنت اعمل لي شكل جديد من البطولات وعظم الموارد ماشي، لكن أن احنا هنبقى الدوري المحلي ده يعني اللعيبه يا جماعه ده يبقى لازم القائمه تبقى 50 لعيب. وهتدخل عليك مصروفات وهتدخل عليك تعديلات كثيره جدا في اللوائح، لان كمان كره القدم بتزداد عنف وضراوه. احنا بنشوف التاكلينج بقى عامل ازاي، المنافسه بقت حاده قوي، المنافسه اللعيب فلسفته يعني ارجع كده حتى بداية الألفية وشوف طريقة اللعب، مساحات واللعب والحرص من اللعيبة على بعضها، ده مش موجود خالص دلوقتي. اللعيب يا قاتل يا مقتول، حط رجله في أي حتة وخلاص، حريص على إصابة وساعات لا مش قصده يصيب، بس قصده يعني هاخدها هعطلك بالعنف بالذوق بالعافية. والتاكلينج اللي في ال 18 ما بقاش يعني عملية التاكلينج دي، ده قعد كالوتشاي يعلم الكابتن مجدي عبد الغني ازاي تعمل دي وازاي تعمل دي. انا كنت بتفرج في المدرجات، كانت التاكلينج دي زي عملية جديدة على اللعيبة المصريين، تتزحلق ازاي وتفرد رجلك ازاي، وكان بيعمله رغم انه كان راجل ضخم الجثة لكن كان بيعملها برشاقة الحقيقة. فده في السبعينات ابتدى فكرة ان يبقى فيه حاجة اسمها التاكلينج، ويبقى فيه حاجة، وظهر اللعيب المدافع القوي اللي هو السبويلر اللي بيبوظ الهجمات، ظهر له دور مهم جدا، وابتدينا نشوف الطرق الدفاعيه المحكمه. كل ده ادى الى مزيد من السخونه والعنف والاصابات التي لم يشهدها العالم من قبل، العالم مش مصر بس، والتي يلقى منا النادي الاهلي نصيب الاسد الحقيقه. يعني انا عايز اعرف كل المشاكل دي لما تتحط قدام الناس لازم تتحل قبل ما يبتدوا البطولات دي كلها. طيب قبل ما يبتدوا البطولات ومنها بطولة كأس العالم للأندية،
كان الاتحاد الدولي او اللجنه المنظمه لكاس العالم للانديه، البطوله اللي هتبدا في المغرب ان شاء الله اول فبراير، واللي هيشارك فيها النادي الاهلي وهيستهلها بلقاء اوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، عملوا اجتماع عبر خاصيه الزوم مع الوفد المصري المشارك في البطوله برئاسه المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، اللي اوكل اليه مجلس الاداره مهمه ترأس اللجنه المعده للمشاركه في هذه البطولة. الحقيقة كان اجتماع فيه كل التفاصيل الخاصة بهذه المشاركة من النواحي التنظيمية. ده اجتماع الاجتماع الزوم يمكن حضروا المهندس خالد مرتجي، وكان معاه الأستاذة حنان الزيني والأستاذ جمال جبر، وحضر أيضا الزميل إيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي للاتفاق حول كل التنظيمات او النقاط التنظيميه المهمه الخاصه ببطوله كاس العالم للانديه. وفد الاتحاد الدولي شرح لمسؤول النادي الاهلي كلهم في اختصاصه الاجراءات التنظيميه الخاصه بالبطوله، هتوصل امتى، هتتمرن امتى، تحركاتك امتى، يعني ايه اللي ممنوع وايه اللي ممنوع. ضمت كمان رئيس القناة اهو موجود في الاجتماع، وادي الاستاذ ايهاب الخطيب والمهندس سمير عدلي والدكتور ايضا احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي، علشان يتم الاتفاق على حتى النواحي الطبيه والاجرائيه الخاصه، كل النواحي الصحيه الخاصه بالبطوله والناحيه الاعلاميه من النادي الاستاذ جمال جبر، ومن القناه الاستاذ ايهاب الخطيب وفريقه لكافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة. هو الأستاذ خالد مرتجي دلوقتي ما هو الخبرات، أنت ده البطولة رقم كام؟ 7 أو 8 له؟ من 2005 هي كلها 8، وهو دايما فهو النهارده هو مؤكد عارف دور كل واحد في القعدة دي هيبقى إيه، مطلوب منه إيه، عشان ما تسيبش حاجة للصدف هناك وأنت في البطولة ولا يحدث أي ارتباكات. دي كانت نقطة مهمة جدا في إطار هذا التنظيم اللي الأهلي بيرتبه لبطولة كأس العالم للأندية اللي هيستهلها إن شاء الله تعالى بلقاء نيوزيلندا أو البطل نيوزيلندا أوكلاند سيتي. بالمناسبة منتخب مصر لكرة اليد اقترب من التأهل لدور الثمانية لبطولة العالم المقامة في السويد بعد ما فاز على بلجيكا اليوم 33-28. لسه هيلعب مع البحرين يوم السبت، وهيلعب بعد كده مع الدنمارك في ختام. عايز اقول حاجه فنيه هذا الدور، في الشوط الاولاني انهى بفارق 6 أهداف، فواضح انه الاداء في الشوط الثاني احنا ما اتفرجناش، واضح انه في الشوط الثاني ما كانش الفريق على نفس الاداء، لان انت تعتبر مغلوب فرق هدف في الشوط الثاني، فاحنا بس عايزين ننبه ان احنا ما نستسهلش الفرق، لأن قدام فرقة قوية ممكن ما نعرفش نلم نفسنا. طيب خبر أخير في دفتر الأحوال، لجنة التسويق للعضوية برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي عقدت اجتماع بحضور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق والأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية الموارد والأستاذ محمد الضماطي والأستاذ محمد الجرحي عضوي مجلس الإدارة ولمياء مختار عضو اللجنه والدكتور سعد شلب المدير التنفيذي وماريان ديمتري من اداره التسويق. لجنه العضويه استعرضت الخطط الموضوعه للتسويق وترويج عضويه النادي في مصر والخارج بالشكل المناسب والفعال واللي يحقق الاهداف المرجوه وفقا لاستراتيجيه مجلس الاداره. اللجنه بتحاول تحقيق الاهداف اللي بيضعها المجلس بما يتلائم هذه الطفره الانشائيه الكبيره في مختلف فروع النادي وحالة التطوير الكبيرة اللي بتشهدها. كمان عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات في الفترة الأخيرة واستمعت خلالها للعديد من الأفكار والمشروعات الخاصة بعملية التسويق، وتم بلورة كل هذه الأفكار في إطار ما يناسب استراتيجية النادي وخطة مجلس الإدارة، واتخذت اللجنة العديد من التوصيات لرفعها لمجلس الإدارة في اجتماعه القادم. نتمنى من السادة الراغبين في الاشتراك ان سرعة، لان هتتعدل القيم بتاعة الاشتراكات،
فهذه دعوة لكل من يرغب أن يسارع بالانضمام إلى أحد الفروع التي أو المقر التي تناسبه. لكن في هنا هنجيلها محمد الجرحي هنجيلها بالتفاصيل. الممل في فقرة مهمة. الممل ليه بإذن الله ما كنتش المهم. المهم في فقرة مهمة جدا في الغربال. عراقيل أمام البطل. الحقيقة العراقيل في كلمة مهمة جدا للنائب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع في مجلس النواب. انتوا عارفين انه الفترة الحالية مجلس النواب معني شوية بمناقشة بعض بنود أو بعض مواد قانون الرياضة. ففي مناقشات مهمة جدا. الحقيقة كانت في كلمة فيها كتير من التفاصيل المهمة للأستاذ محمد الجرحي. هقول لكم أبرز ما جه فيها. قال بالحرف الأستاذ محمد الجرحي: الأهلي بيواصل تشريف الرياضة المصرية عالميا بالتواجد في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، بيلعب باسم مصر بين السبعة الكبار، لكنه لا يلقى دعما حقيقيا من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بل وده الكلام للنائب محمد الجرحي، بل توضع أمامه عراقيل كثيرة على الرغم من كل التطور الذي يسعى إليه ويحققه بالعمل الدؤوب. قال كمان الجرحي: لا يدرك البعض أن ميزانية كرة القدم وحدها في النادي تتخطى 850 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى 400 مليون جنيه تقريبا للنشاط الرياضي، ومدخولات الأهلي أقل من مصروفاته، ولذلك يسعى دائما للتوسع بمقرات جديدة وتنمية موارده بتأسيس شركات لمواصلة المسيرة التي تنعكس بالإيجاب على الرياضة المصرية. قال كمان النائب محمد الجرحي: أظهر الأثر التشريعي لقانون الرياضة عيوبا في مقدمتها أزمة مركز التسوية والتحكيم الرياضي والإعفاءات الضريبية وتأثر الأندية الشعبية، ولذلك لابد من تعديلات عاجلة وجوهرية خصوصا في مواد الاستثمار لتصحيح مسار الرياضة المصرية وتحويلها إلى صناعة حقيقية تضع المنظومة الرياضية على طريق النجاح. قال كمان: هذا إلى جانب طريقة إدارة الاتحادات الرياضية للملفات المختلفة على رأسها الأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات، والذين يشكون إهمال اتحاداتهم ووضعهم العراقيل أمام مسيرتهم الرياضية، وأصبحت الاتحادات تهتم فقط بتحصيل الأموال سواء من عقود اللاعبين أو البث الفضائي دون دعم اللاعبين الذين هم رأس مال الاتحادات والمنتخبات الرياضية. قال: كانت تلك هي أبرز النقاط التي حرصنا على طرحها داخل مجلس النواب خلال هذه الجلسة لنظر مواد تعديل قانون الرياضة. شارك أيضا النائب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب في حضور الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ممثلا عن النادي في حضور هذه المناقشات. ده كلام. نخش بقى في ايه؟ في الكلام المهم الاستراتيجي. أي يعني في رسم السياسات لا يمكن ان ترسم سياسة الا من خلال قانون يدعمها. يعني انت دايما بترتكز على اللوائح والقوانين عشان ترسم سياسات يمكن تطبيقها. فهو لما ضرب بالنادي الاهلي مثلا مش رايح يعني يعمل مواد تخص النادي الاهلي، انما بيقول لهم يعني النادي الاهلي وهو الذي ينظر اليه وكأن لديه من الموارد مئات الملايين الا ان اعباؤه، وراح معددها بتلتهم اكثر من الموارد المتاحه. فاللي بيحاول يعوضها بايه بقى؟ بخطط اقتصاديه جانبيه زي المقر وزي الشركات وزي يعني الافكار الجديده اللي بيروج ليها. هو بيدي المثل ده ليه؟ عشان بيجي يقول لك بقى: هل قانون الرياضه بيشجع الاستثمار في الرياضه؟ هل قانون الرياضه بيشجع حل مشاكل قانونيه وعلاقات المؤسسات بالمؤسسات والافراد بالمؤسسات والافراد بالافراد؟ هل بيعزز من دور وزاره الشباب انها تقوم بدور في دعم النشاط الرياضي؟ وده امثله حتى بالبطولات الفرديه، ما عندناش يعني منهجيه
في منهجيه لا تكفي لرعايه الابطال. وقال فعلا هو لمس نقطه مهمه جدا، ان اصبحت الانديه بتعتمد في ميزانيتها على فلوس الانديه، تاخد منك مقابل القيد ونسب من عقود اللاعبين، وهو بتاخد كتير مبالغ ضخمه. ولكن لما حد من ابناء اللعبه يقع، يعني في لعيبه بتتعور ما تقدرش تعالج نفسها، في لعيبه بتبطل مش قادره ترعى اسرها، في كيانات بمبادرات شخصيه يا استاذ ابراهيم بتحاول تعالج هذه الامور. لكن من المهم ان يوضع تشريع يعنى بهذه الامور. يعني هو الحقيقه جمع واتكلم على، طب ما في يعني دعم الاستثمار في مشروعات بعينها يمكن اعفائها من الضرائب او الجمارك عشان تجيب استثمارات، بدل ما نستورد ما احنا ممكن نصنع هنا، زي ما فكره ان صنعنا كوره كاس العالم، ساهمنا في احدى الكرات، يعني خدوا حصه من مصر هنا، من مصنع مصري في كاس العالم. عايزين نعزز هذا الامر. وحسنا اشار النائب الشاب الواعد محمد الجرحي وربنا وفقه هو وزمايله، والنائب محمود حسين برضه وهو رئيس لجنه الشباب والرياضه، نتمنى الاهتمام الحقيقي بمشاكل الرياضه والرياضيين. الحقيقه النقطه اللي يمكن النائب محمد الجرحي يتكلم فيها الخاصه بالحفاظ على سلطه الجمعيات العموميه، دي نقطه في منتهى الاهميه، لانها تتصادم مع رغبات غير معلنه في تعديلات يرغب البعض في الزج بيها في قانون الرياضه الجديد. السطو على سلطه الجمعيات العموميه. الجرح الحقيقه في كلمته اللي انا استمعت اليها قال لهم ان القانون استهدف بالاساس تعظيم دور الجمعيات العموميه، وادى الحق لكل هيئه سواء نادي او اتحاد او اللجنه الاولمبيه الحق في وضع لائحه النظام الاساسي الخاصه بيها. كل الهيئات ديت اللي تمكنت من عقد جمعيات عموميه مكتمله وفقا للشروط تمكنت من وضع لوائح النظام الاساسي الخاصه بيها. ومن ثم ده القانون اللي عظم هذا الدور للجمعيات العموميه. التعديلات المستهدفه البعض بيحاول يغل فيها ايد الجمعيات العموميه ويسطو على سلطات للجمعيات العموميه ويسلبها هذا الحق في بعض النقاط. ده اللي حذر منه عضو مجلس اداره النادي الاهلي ونائب البرلمان محمد الجرحي. النقطه المدفونه اللي محدش يتكلم عنها لغايه دلوقتي لكنها ربما يتم دسها في الاوراق، خاصه بالثمان سنوات. كل ما الناس عايزه تعمل حاجه تستهدف بيها النادي الاهلي تروح زقه في الوسط لائحه او بند الثمان سنين، زي ما حصل مع مجلس الكابتن حسن حمدي، ووقت ما قضي الامر وتم تحقيق المراد رجعت اتشالت هذه الماده من اللوائح بعد كده. الان هناك رغبه، بقول لكم رغبه مدفونه، لوضع بند الثمان سنين في صحيح القانون. وهي الغريبه جدا انه الامر تارك الحق للجمعيات العموميه ان تشرع ما تراه. في اتحادات فيها، يعني الاتحاد المصري لكرة القدم لائحته فيها كده، ولائحته ديت معتمدة من الفيفا. في اتحادات تانية شالتها زي اتحاد تنس الطاولة، من اسبوعين عمل مجلس جمعية عمومية، الجمعية بالاجماع شالت بند الثمان سنين من لائحته. وهكذا في اتحادات ابقت عليها، وفي اتحادات سايباها، واتحادات عاملاها على مستوى الرئيس بس، واتحادات عاملاها على بقية الاعضاء وهكذا. لكنها في الاصل تركها المشرع بالنسبة للقانون كجزء من سلطة الجمعية العمومية. هل الاتحادات الدولية، ما احنا عشان نعرف هو ده حق يراه به بطل ولا لصالح الألعاب، هل الاتحادات الدولية فيها مثل هذا البند؟ الاتحادات فيها على مستوى الرئيس، واتحادات لا. فين دي؟ في اتحادات فيها. أنا بشوف اتحاد كرة اليد واتحاد كرة القدم اللي هي قدام عينينا. وربما اتحاد الكرة الطائرة، ما بنشوفش الحاجات دي. ما بنشوفش يا أستاذ إبراهيم الكلام ده. على كل ده من صحيح سلطة الجمعية العمومية، دي جمعية عمومية للنادي أو للاتحاد، القانون حافظ على هذا الحق. هل فعلا التعديلات اللي بيصفها البعض إنه فيها بعض الرغبات الخبيثة
هتقدر تمد ايدها لهذا المادة، وانا بقول لكم هذه المادة ان وضعت صدقوني لن تستهدف الا مجلس ادارة النادي الاهلي، هتتشال تاني وبعدها هتتشال زي ما حصل. لكن ليه؟ ليه؟ مش متفقين على انه الجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل؟ فليكن الجمعية العمومية للنادي الاهلي، لو مش عاجبها مجلس الادارة تجتمع وتشيله، هي ده الحق اللي اداهولها القانون. انما انت هتفرض عليها حاجة لهدف في نفس يعقوب، اعتقد يعقوب مش فير كده ابدا. استاذ ابراهيم، حاجه غريبه جدا في نظرتنا الى الرياضه. احنا مش جادين. استاذ ابراهيم، شوف مثلا بند زي الايه؟ كل سنه نناقش عدد المحترفين اللي كل سنه. ثلاثه فوق وثلاثه تحت. لا ثلاثه فوق بس. طب ما نخليهم اربعه. طب ما نخليهم خمسه. طب ما نخليهم خمسه بس فيهم ناشئ. طب ما نخلي مش عارف ايه اتنين ايه. كل سنه ازاي الناس تبني سياسات؟ ازاي الناس تعمل تعاقدات مستقره؟ ولذلك حاله الفوضى في العقود مع اللعيبه الاجانب مش مسبوقه يمكن على مستوى العالم. مفيش اتحاد طول النهار يا بيشتكي يا بيشكى منه. غرامات على الانديه بقت هتقضي على الانديه الشعبيه. الغرامات هتقضي على الانديه الشعبيه. لانهم ماشيين برضو ارتجالي. ما هو طول النهار عندك كل يوم والتاني لائحه، تبقى انت متعاقد تفاجئ انك لازم تسيب ناس، وبعد ما تسيبها يقول لك طب ما ترجع تجيب، ترجع تشتري ناس. ده مثل النهارده 8 سنين، شيل ال 8 سنين، حط ال 8 سنين، شيل ال 8 سنين، طب خليها على الرئيس، طب خليها على الوكيل، طب خليها على المراكز، يعني ممكن تصعد. ها؟ حسب ما انت عايز ايه. وهنا يطل الغرض المرض. ما تسيب الدنيا مره تستقر بشكل طبيعي دون ان يكون في ارتياب من وراء القرار. انت بتتكلم على قانون، هل من يعني من اللائق لدوله بعراقه مصر في الرياضه ان قانون الرياضه كل سنه والتانيه يكون محل بحث وتعديل؟ يعني خلينا في الحاجات، يعني لما تيجي انت دلوقتي تقول ان اللجنه الاولمبيه مسؤوله عن التحكيم الرياضي والقضايا الرياضيه، تجد مقاومه. من حق وزاره العدل انها تحكم الشكل بتاع ادائها، من حقه، واخد بالك؟ لكن يظل هذا الحق عند اللجنه الاولمبيه. اللي عايز يشتكي يروح لجنه التحكيم التابعه للجنه الاولمبيه. هي بالمناسبه يا جماعه مش مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، ما بتقدرش تؤثر على القرار. لكنك بدل ما كل حاجه تطلع تسافر بيها بره او تسيبها داخل اطار ضيق على الاتحادات بس ومنها للاتحادات الدوليه، بتحط لجنه في بلدك تغربل المشاكل. حتى دي يا باشمهندس تم الترويج ليها غلط. الحكم اللي صدر يا جماعه من المحكمه الدستوريه بيتكلم على الشكل، لا كمان مش الشكل، هو اتكلم على الماده 69 الخاصه بلائحه النظام الخاصه بمركز التسويه والمنازعات، فض المنازعات. هو كان مين اللي حط اللائحه التنظيميه للمركز التسويه؟ اولا هو عظم دور مركز التسويه، بل اداله الحق القانوني، يعني الحكم اللي طلع من الدستوريه العليا اعتبر انه مركز التسويه بس اعترف بيها واجازها. لكن قال له عدل الماده الخاصه بلائحه النظام بتاعتك، اما انك انت هتتحول الى هيئه محكمه مكتمله، ما ينفعش حد يطلع لك لائحتك الا جهه خاصه بالتشريع وفقا لاحكام الدستور. ممكن اللي هو مين بقى بعد اذنك؟ اللي هو مجلس النواب. الحكومه تقدم لمجلس النواب مشروع لائحه النظام الخاصه بمركز التسويه. عشان انت ايه قلت لي لا مش الشكل، هو ده شكل. دي ناحية شكلية مش موضوعية، يعني هو ليس من اختصاصها. بس صحيح النصوص، ما صحيح النصوص بتتكلم انت من جهة تشريعية، جهة، ما هو ده شكل، انت ما رحتش للجهة التشريعية، هذا شكل الإجراء. انت الجهة التشريعية ده مش مضمون، المضمون من حق اللجنة الأولمبية أو مش من حقها. حتى مضمون أو اختصاصها إيه؟ هما لم يناقش هذا، هو يناقش أنت خدت الاختصاص ده بناء إزاي؟ لم تلجأ إلى الأطر القانونيه اللي بيكفلها القانون، مش بيكفلها، بينص عليها القانون. دي حاجه. الحاجه الثانيه المواد اللي انت هتحطها في اللائحه دي لازم يطلع بيها موافقه من لجنه التشريع.
ايه المواد اللي انت هتحطها في لائحة النظام الاساسي. كان اللي بيحط اللائحة ديت يا الشؤون القانونية في الوزارة اللي هي ممثلة الحكومة، يا اما الشؤون القانونية في اللجنة الاولمبية اللي هي الهيد او رأس الحكم بالنسبة لمركز التسوية. مركز التسوية المحكمة الدستورية قالت لك لا، اللائحة دي تحطها لك جهة التشريع اللي المنوط بيها فقط التشريع، وهي مجلس النواب. بس تظل ايه؟ تابعة للجنة الأولمبية في الأهلي. ولا لا، بس أنا عايز أفهم دي، التعديل ده هياخدها من اللجنة الأولمبية؟ شوف، الناحية هي تتبع اللجنة الأولمبية إداريا بس، إداريا مش قانونيا. أيوة. رقم اتنين، مقرها يبقى في اللجنة الأولمبية. رئيس مجلس إدارتها، وهنا بتكلم على رئيس مجلس الإدارة بالصفة الإدارية مش الصفة القانونية، رئيس اللجنة الأولمبية. لكن النواحي القانونية، لو أنا عندي شكوى العظمة الأساسية بتاعتها أبعتها لمين؟ للجنة مباشرة ولا اللجنة الأولمبية وتحيلها إلى المحكمة؟ ما هي اللجنة فيها 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 هيكل عمل وظيفي، يعني فيها إذن فيها إدارة. أنا ببعت لجنة الأولمبية تحيل إلى مين اللي هيبت في هيئة التحكيم دي الخاضعة لوزارة العدل فنيا. أيوة. بس النصوص الحقيقية ليها كلائحة نظام يصدر بيها قانون من مجلس التشريع اللي هو مجلس النواب. ده علشان يطفي عليها الشرعية الكاملة. وده صح، هو أطفى عليها الشرعية القانونية واعترف بيها ككيان، بس لكن عشان كده تكتمل كمحكمة اعمل كده. قانون المحكمة بتاعتك ومواد القانون بتاعتك اللي انت هتحكم بيها، لا يا شاطر، دي تطلع من مجلس التشريع وهو مجلس النواب. ده الإجراء اللي هيتخذ، وبالتالي الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة هتعد مشروع لائحة للجنة لمركز التسوية وهتقدمه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ده تمام، ده الإجراء اللي هيحصل الفترة الجاية. هنا بقى هنوصل لنقطة فاصلة، ما حدش يقدر يحتج على حكم اللجنة. لا خلاص، وده ما ينفعش تروح لمحاكم تانية. خلاص انت يعني ما تروحش مجلس الدولة هتقول على حاجة. مش عدم شرعيتها ايه؟ ما تقدرش تفتح بقى. كل المنازعات الرياضية فقط أمام مركز التسوية. هذه خطوة لاستقرار الشكل القانوني لفض المنازعات. بالمناسبة، لما صدر هذا الحكم من الدستورية، الناس أو في آخرين راحوا لفكرة كده يبقى الحكم اللي صدر للنادي الأهلي بخصوص فلوس عبد الله السعيد قد أسقط. لا، الأحكام لا تصدر بأثر رجعي، يعني كل ما استقر من أحكام سابقة لمركز التسوية تم إقرارها. الأوضاع القانونية اللي استقرت بالكامل اللي خدت مركز قانوني مستقر انتهى، ما ينفعش أبدا تسقط. اللي يسقط فقط لو في حاجة لسه معروضة أمام مركز التسوية، لو لسه معروضة ومتداولة لا استوب لغاية لما اللائحة الجديدة تتصدر. عشان كده أنا قلت لم ينازعها في الشق الموضوعي في الاختصاص، ولكن نازعها في الشكل الإجرائي اللي يجب أن في مضمون اللائحة والجهة المنوط بها إصدار هذه اللائحة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم. أهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي حريص على علاقاته الطيبة والمحترمة بكل الأندية بلا استثناء على فكرة، الأهلي ما بتطلعش منه العيبة في حق أي حد، ولا يبخل بالمساندة والدعم على أي حد من الأندية الشقيقة. النادي الإسماعيلي الكبير العريق في وضعه الحالي اللي لا يليق أبدا الإسماعيلي يكون آخر الجدول. الإسماعيلي بثمان نقاط متزايل جدول الدوري، حتى بالنقطة اللي خدها امبارح بالتعادل مع طلائع الجيش. الجمهور الأهلي في لقطة الحياة حياه عليها كثير من مقدمي البرامج الرياضية، هتف لصالح الإسماعيلي، والأرض لما تزلزل درويش مش هينزل. كان هتاف داعم للإسماعيلي نسمعه. كلمات من القلب يملأها الحماس يعني والهتاف الصادق. عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، العلاقات تبدو في اللحظات الحرجة وفي الأزمات،
ممكن في الاحوال العاديه يبقى في مناوشات، يبقى في دعابات، يبقى في تحفيلات اللي هي ام الافات، ولكن ساعه الجد تجد الجماهير تتضامن، الجماهير حاسه ببعضها. جمهور الاهلي يشعر بالم جمهور الاسماعيلي وبيحفز لعيبه الاسماعيلي وبيحفز ويطمن جماهير الاسماعيلي. الارض لو هتتزلزل الاسماعيلي مش هينزل. يا رب يكون هذا النداء مستجاب. طيب الكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني للاسماعيلي اللي اخذ على عاتقه مهمه الانقاذ الصعب الحقيقه للدراويش علق على مسانده الاهلي ودعمه للاسماعيلي. عايز اقول لك ان النادي الاهلي بيمد ايد للاسماعيلي. كويس. يعني لو في لعيبه محتاجينها من الاهلي انا هاخدها، مفيش مشكله. ما هو موقف ده كان موقف كابتن ميدو. لو تشوف السنه اللي فاتت كان الكابتن علي ابو جريشه لما قابل الكابتن الخطيب قال له انا مش عايز من الاسماعيلي حاجه. كلام بقى عملي مش يعني امام وسائل الاعلام، بينه وبين الراجل اللي اعلن هذا الكلام الكابتن علي ابو جريشه. قال له اللعيب اللي تتفقوا معاه انا موافق عليه. فرجع بعد كده كابتن نفسه علي ابو جريشه في لاعبين. تسمع علي ابو جريشه نفسه. هو نفكركم بالكابتن نفكركم بالكابتن علي نفسه بعد ما الكابتن الخطيب اداله ضوء اخضر اللي انت عايزه احنا معاك. انا بشكر المستر عماد والكابتن محمود الخطيب، الناس عملوا معانا جهد كبير جدا، وخطيب كمان قدم حاجات جميله جدا يعني، وقال للعيبه حتى احنا كنادي مش هناخد اي حاجه من الاسماعيلي يعني كده، وحتى بعض اللعيبه قال لهم فلوسكم هتاخدوها من عند الاهلي. الراجل ما قصرش وادى بصراحه يعني حاجه يمكن ما اتعملتش خالص قبل كده في النادي الاهلي او يعني كده. لكن لازم الناس تفهم وتعرف ان رغبه اللاعب هي الاهم. انا بصراحه لما لقيت لعيبه اتاخرت في الرد يومين ثلاثه انا طلبت المهندس عادل القيعي وقلت له مش عايز حد. انت حضرتك طلبت قلت له مش عايز حد، انا عايز اللي يجي يبقى عنده رغبه، انما من ضد رغبته ما يجيش، ولذلك انا مش عايز حد. جبنا بس لعيب ناشئ بس ممتاز يعني على فكره. الخواجه اللعيبه دي بعد كده كابتن الخواجه كاتبه ومعجب بيه جدا. الكلام ده حصل، ولما اتصل بيا الكابتن علي ابو جريشه قلت له اللعيبه الكبار النجوم بيبقى لهم حساباتهم وهذا حقهم، محدش بيقدر يضغط على لعيب. ولكن هو قال انا خدت لعيب ممتاز في اشاره الى زياد طارق. خدوه وقتها خدوه وقال وهو نفسه قال معجبين بيه جدا ولعيبه ممتاز. كابتن ايهاب جلال يعني وقتها ما ادالوش فرصه. ده موضوع، شوف انا ماليش دعوه في حسابات المدربين، لكن ما حدش يقول لي اديتني لعيب ما لوش. لا، ده لما رجع النادي الاهلي كل الناس شافت تالقه وشافت يعني ايه، واحنا لما عرناه تاني مسموحه بهدف انه يلعب ويتالق، لان واثقين في قدراته. اللي مش واثقين في قدراته مش هنعيره، هنسيبه. لكن ده لعيب واعد وموهوب وبشيء من العمل الجاد والالتزام ببعض الحاجات التكتيكيه استطيع ان ينتقل الى مرحله النجوميه الحقيقيه. طيب هي دي طبيعه العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي، ودي حقيقتها الحقيقه اللي يتكلم عنها ناس بقيمه الكابتن علي ابو جريشه. وهو بيتكلم من الكابتن خطيب قال له اتفضل. الكلام ده على فكره الفيديو ده بقى له يمكن سنتين، وقال لي ان في فلوس متاخره. قال له سنتين يعني او ثلاثه لما كان الاسماعيلي بدايه الازمه الحاليه اللي للاسف فضلت مستمره. يعني الاهلي لا جديد عليه ان هو يدعم الاسماعيلي، ولا جديد عليه اصلا ان هو يستضيف الاسماعيلي ويرحب بيه برغم الكذبه التاريخيه اللي بيلوكها البعض باستمرار. ليهم مزاج يحاولوا يغذوا، ليهم مصلحه يا ابراهيم، ليهم مصلحه يحاولوا يغذوا الفتنه بين الاهلي والاسماعيلي. اصل الاهلي هو ده اللي زمان رفض ان انتوا تتدربوا عنده في ملعبه، ويتقنها البعض حتى الان. اللعبه اللي بيقولوها دايما دفعت الكابتن سيد بازوكا ان يحلف بالله ثلاثه، وتقريبا كاد يحلف بالطلاق. نفكركم بيها. انا سالوني في كذا قناه هل الاهلي رفض يستضيف نادي الاسماعيلي؟ رفعت ايدي قلت والله العظيم والله العظيم والله العظيم نادي الاهلي ما رفض استضافه الاسماعيلي.
والله انا بحلف قدامك كمان. الناس تعموا النادي الاهلي انه ما استضفناش، النادي الاهلي ما رفضش، بالعكس انا قعدت سنه العب مع النادي الاهلي واتمرن مع النادي الاهلي وعامل والله والله وعامل وانا بدرب منتخب مصر، رحت اجر ملعب المقاولين العرب، انا مش هدفع اللي ادفع اتحاد الكوره، فالمقاولين قالوا لي انا مستشار فني في النادي المقاولين يعني مستشار بتاع مجلس، فقالوا لي الملعب بنأجره ب 50,000 هندوا لك ب 25. قلت لهم شكرا، رحت النادي الاهلي قابلت النادي الاهلي قالوا لي عاوز امتى؟ ادوني ملعب الجزيره لعبت فيه مع منتخب تركيا، ملعب الجزيره والاستضافه كلها والكاميرات بعد الميكروفونات بعد المؤتمر الصحفي بعد الملعب كنا ده، وادوني ملاعب مدينه نصر لعبت تونس ولعبت سوريا ماتشين، خدت بالك؟ منتخب فلسطين عندي في اسماعيليه. ملاعب مدينه نصر ده قريب يعني، كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي تاني. حسن حمدي والخطيب برضه كان معاه. ناس طبعا استضافونا وادونا ملاعب بدون اي مليم. لاعب بحجم الكابتن سيد يضطر ان يقسم بالله ان هذا لم يحدث، بالعكس راى كل التعاون، وقال الكابتن العربي قال انا اتعالجت وانا مصاب في النادي الاهلي، وكابتن علي ابو جريشه محمد صلاح ابو جريشه كان لما بيصاب بيتعالج ويتاهل في الاهلي ايه الحرص اللئيم الخبيث ده على تغذيه كدبه وتنميتها لاجيال طبعا مش هتفتكر ومش هترجع للوقت ده، لكن هو لما يرددها كل جيل خلاص في ناس هتصدق. والحقيقه لا يوجد اي سبب لهذا الموقف الغريب من البعض على فكره، القول بان الاسماعيليه لا ما تعممش، في قطاع في الاسماعيليه اللي هم مصدقين اللي هم دائما بيصدروهم بمؤثرات خارجيه عشان يصرحوا بهذا الكلام، لكن في ناس كتير جدا بيقابلوك باحترام ويقابلوك بتفاهم، واحنا لما كنا بنروح الاسماعيليه كنت انا والكابتن خطيب رحنا يوم محمد عبد الله اتمشينا في الشارع أي مع الناس اي واتغدينا في المطاعم في الاسماعيليه اي، والناس كانت بتقابلنا بمنتهى الحب والاحترام لان عارفين ان احنا بنتبادل المصالح. يا استاذ ابراهيم اسمع، اي طول ما كانوا بيتعاونوا مع النادي الاهلي كانوا بياخدوا حقهم اي، سواء الفني بدعم بلعيبه زي محمود شيكو زي احمد صديق وخلافه دول أي. كان دعمه مباشر من النادي الاهلي، يعني شيكو كان ضمن صفقه محمد عبد الله اي، محمد صديق كان ضمن صفقه بناء على طلباتهم الفنيه اي، عبد الفضيل شريف أي. عبد الفضيل كابتن شريف ما كانش الاهلي بيتاخر غير المبالغ الماليه، يعني بعد ما بتتفق على الفلوس يوم يقولوا لنا ايه طب لو تدعمونا بكذا حاضر لو اللعيب وافق، اللعيب كان بيوافق كنا بنبعته. لكن المره يعني هل مره انت عملت مع النادي الاهلي صفقه اضطريت تتغرم بسببها، خدت 5 ولا 10 مليون جنيه واتغرمت لك يجي 20 مليون جنيه علشان الاهلي يسيبك في النص تواجه هذا المصير؟ ما تخلينا نقول ده بالارقام في خصم النقاط وخصم، خليني اقول لك ده بالارقام الوضع الحالي اللي الاسماعيلي فيه، يعني المهندس عدلي بيشير للسنوات السابقه اللي على فكره لما الاهلي كان بيضم بركات من العرب القطري كان العرب القطري اشتراه من اهلي جده اللي كان اشتراه من النادي الاسماعيلي، يعني الاهلي الايد الثالثه والاسماعيلي كان قابض فلوس كويسه قوي من تمن بيعه للاهلي جده، وكذلك اسلام الشاطر وكذلك عماد النحاس وكل الاهلي اشتراه وكابتن احمد حسن 12 سنه احتراف واحمد فتحي، يعني انت بعت كل دول وقبضت فيهم جبناه من انجلترا. الاهلي لما ضم دول من الانديه الاخرى كان الاسماعيلي في قوته وكان بينافس وكان بيوصل لنهائيات البطولات الافريقيه والعربيه، يعني كان عنده فريق لانه بياخد فلوس. المصيبه لما حد يخطف منك 11 لاعب في اخر 3 4 سنين ينتهي الامر بالاسماعيلي الى هذا الوضع، مش بس ان انت بتاخد لعيبه وما بتديش الاسماعيلي فلوس، لا ده انت كمان بتتسبب في غرامات كبيره على النادي الاسماعيلي. على فكره مسؤوليه الغرامه بتاعت ما انا هقول لك ده غرامتين، اهم غرامتين دلوقتي بيعاني منهم الاسماعيلي في اخر 5 سنين، الزمالك وبيراميدز خطفوا 11 لاعب ومدرب من الاسماعيلي. الزمالك خد 5 لعيبه تعاقد مع الحارس الاساسي محمد عواد وخد ابراهيم حسن
وبسببه الاسماعيلي اتغرم غرامه كبيره جدا من الفيفا وهو فلوس وهو مش مسؤوليه مشتركه يتحملوها الاثنين، ليه الاسماعيلي يتحملها لوحده دي؟ طيب اللي شايلها الاسماعيلي ابراهيم حسن، الزمالك ياخده فالاسماعيلي يشيل غرامه وايقاف، وقبل منه احمد علي وبهاء مجدي وباهر المحمدي ورجع وكريم بامبو. بيراميدز خد ستة ومدرب ايهاب جلال كان عامل افضل مشروع انقاذ للاسماعيلي، فجاه تم اغواءه من بيراميدز هو وفخر الدين بن يوسف المهاجم اللي للاسف الاسماعيلي مؤخرا اتفرضت عليه غرامه كبيره بسبب فخر الدين بن يوسف. يعني انت اللي متحمل الغرامتين وانت اللي دافع ثمن هذه العمليات. فخر الدين بن يوسف كان هداف الفريق اللي خده بيراميدز، وخد كمان محمد فتحي وخد حسين السيد وخد طارق طه وخد دونجا وخد محمد صادق، وقلت لكم خد ايهاب جلال المدرب اهم لعيبه بمدربهم. خد اهم الهيكل، يعني لم يترك من الهيكل الرئيسي الا اثنين ثلاث لعيبه. ايوه عشان يدع الاسماعيلي في هذا المأزق اللي يكون عشان تبني بقى تدفع كام؟ اسماعيلي بيدفع دفع كام عشان هو يبني. دي نتيجه الثلاث اربع مواسم الاخرى اللي اتاخد فيهم 11 لاعب بالمدرب اللي ما فهمش النادي الاهلي خالص. الاهلي تاريخيا خد من الاسماعيلي 27 لاعب، الزمالك خد 33 لاعب. وفي ظل اللعيبه اللي خرجت من الاهلي لم تحدث ازمه، وظل الاسماعيلي يتنافس ويحصل على البطولات، وعندما ابتعد وتصدى الاخرون ماذا حدث الان؟ نتمنى للاسماعيلي. طب اسندوا بقى معاه اللي خدتوهم منه دول، اسندوا معاه. يعني انا واخد فخر الدين بن يوسف والراجل اللي عليه غرامه، يا اخي ساهم، ما انت خدت لعيب تقريبا ببلاش. ايوه. طيب هذا الاسبوع الحقيقه مباريات النهارده عشان افكركم، المقاولين كسب اسوان 1-0، الاتحاد كسب البنك الاهلي 3-2، وبيراميدز كسب فاركو 3-0. بيراميدز قفز للمركز الثالث، الزمالك تراجع للمركز الرابع، وفيوتشر حافظ على الوصافه. بكره في هذا الدور بس خلي بالك الزمالك لسه له ماتش الاهلي، المصري مع المحله وسيراميكا مع سموحه. المصري مع المحله الساعه 5 وسيراميكا مع سموحه الساعه 7، ويختتم هذا الدور بمباراه السبت الساعه 8 مساء الاهلي والزمالك. بمناسبة الأهلي والزمالك وتألق محمود عبد المنعم كهربا في المباراة الأخيرة للأهلي في الكاس أمام سموحة، كابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي عبر عن إشادته الكبيرة بتألق كهربا، وقال لك لاعب يفضل موقوف طول الفترة ديت ويرجع يلعب ويبقى فت بهذا الشكل، أنا بحيي كهربا وبقدر الظروف اللي بيمر بيها وإنه قدر يقف على رجليه ويقدر يظهر بهذا المستوى. سؤال كهربا، سؤال ميدو، قال لك انا بحتاج لعيبه من الزمالك لكن في المراكز اللي انا محتاجها للدعم، وقال لك الاهلي بصراحه بيمد ايده للاسماعيلي، واذا كان في لعيبه من الاهلي هنتفاوض مع المسؤولين علشان تسهيل التعاقد معاهم. قالوا له انت بتتمنى هل في مفاوضات لضم كهربا؟ قال لك لا مفيش مفاوضات عن كده، لكن اتمنى انه كهربا يكون موجود، انه شيكابالا يكون موجود معايا في الفريق. ده كلام ميدو واشادته بالكهربا، وده نفس الاشاده يمكن اللي اتكلم عليها الدكتور طارق الادور في مقاله له في الجمهوريه عن الجهل باللوائح في قضيه كهربا، والراجل استطرد الموقف القانوني في قضيه كهربا، وانه اشراكه في المباراه وعودته للعب دي مسألة بديهية وطبيعية جدا وفقا لصحيح لوائح الفيفا، وده عكس يمكن اللي قايله. الوضع المستقر في النادي الاهلي حاليا بهذا الشكل، ده تألق محمود عبد المنعم كهربا يصنع هدفين ويسجل الثالث بإجادة وبراعة الحقيقة. يعني دي كانت ليلة الفلط العالي بلا شك. جمهور الاهلي كمان ما شاء الله عليه ولعها مع كهربا. الاهلي لعب في هذه المباراه افضل اشواطه السنه دي تقريبا. الشوط الاول امتياز في كل حاجه ليها علاقه بكره القدم الحديثه.
السرعه والانتشار والتصويب والتمرير والمسانده والدعم. الحقيقه مع كل المراكز ثلاث اهداف، لكن كان يقدر الاهلي يسجل اكتر من كده كمان. لا طبعا، بس انا عايز اقول حاجه. انا عايز اشوف الجول الاولاني يا جماعه عشان اوري لك القيمه الفنيه لهذا الهدف. بص 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 التحرك، بص التحرك. لا مش ده، مش ده الاولاني. هو الاولاني ده، بص التحرك كهربا. بص بقى ازاي قدر. وهنا بقى ايه الذكاء. ذكاء الفطري لمهاجم بالغريزه، يعلم كيف يتحرك ويخطف خط الهجوم، خط الدفاع. وعبد القادر جاري له بالعرض مستنيها كمان. يعني كون ان طبعا حصل اخفاق من من حارس المرمى، لكن هي دي الخطوتين اللي خدهم. وعبد القادر كمان جاري مستنيها هو. كويس، ما هو ماشي. انا بتكلم على كهرباء، لسه هاجي لك لعبد القادر. يعني طريقه التحرك، ودي اللي كولر اشار اليها بقى. قال ما فعله كهرباء اتفقنا عليه ونفذه بدقه. يعني عايز يقول له انت تكتيكيا حققت كل المطلوب منك. اي يعني قتال، تحضين، مساعده. مطلوب ايه من فيرود؟ انه يقف صح، يحضن صح، يسند صح. يعني هنا الجون الاولاني تحرك مباشر، الجون الثاني محطه. ايوه واخد بقى. الجون الثالث لا، ده من اروع الالعاب اللي محطه. وقف وسند تحت ضغط وهيأ. طبعا لا، انت احنا هنيجي للماتش ده وتحليله، لان في اكتر من ظاهره تستحق التامل يعني. الحقيقه ده كلام مهم جدا جدا جدا. حمدي فتحي بقى اللي عايزين يطمن عليه يا ابراهيم. هنجيب الجول الثالث. يعني حمدي فتحي بيعالج من كدمه الانكل. كدمه؟ لكن حتى كدمه في الانكل. موقفه من المشاركه كدمة. ما فيهاش اعلان لغايه دلوقتي. يعني هي توصفت كدمه ولا جزع؟ لا لا، كدمه شديده شويه، عامله ورم. كدمه. ودي بقى لسه بقول لك ايه؟ الايذاء في كره القدم. الحقيقه بص، حسين الشحات، محمد هاني، اليو ديانج، ما تقدرش ابدا تغفل مين من اللعيبه. طبعا كان طبعا محمود متولي نمبر 1. الخساره الفادحه يعني. خساره طبعا في ماتش القمه، وان كان يعني ادى لنفسه انذار كان هو في غنى عنه الحقيقه. يعني الراجل شايفه بيتلكك، ابعد. سعاده مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد هذا الأداء الرائع جدا، أكتر منه كمان الفوز بالثلاثة. نشوف مارسيل كولر بعد الفوز الكبير على سموحة وعلى تألق كهرباء. sind froh dass wir uns fürs Finale qualifiziert haben. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt mit viel Zug nach vorne, mit viel vertikal gespielt und mit Karba, der da sehr viel gearbeitet hat, sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir diese Tore erzielen konnten. أنا طبعا سعيد جدا ان احنا تأهلنا للنهائي. لعبنا الشوط الاولاني شوط ممتاز جدا. لعبنا الكرة بتاعتنا، كل حاجة اللي انا طلبتها اتنفذت. بنلعب لقدام، بنلعب كور بينية، بنلعب في ظهر مدافعين. اتحركنا كتير، كان في كورة كلها كانت كل حاجة كانت مظبوطة زي ما انا عايز. وبالذات كهربا ادى كل اللي انا عايزه منه، وعمل كل حاجه مطلوبه منه، وهو ساعدنا كتير ان احنا نتقدم في الشوط الاولاني. Wir haben dann zweite Halbzeit natürlich ein bisschen defensiver gespielt und das Spiel kontrolliert. Aber nach vorne haben wir dann nicht mehr so viele Möglichkeiten rausgespielt und am Schluss noch durch einen Elfmeter das Gegentor bekommen.
في الشوط الثاني كنا متحفظين اكتر شويه وبنحاول ان احنا نسيطر على المباراه، وفعلا قدرنا ان احنا نسيطر ونتحكم في المباراه تماما. الشوط الثاني ما كانش علينا اي فرص لغايه لما للاسف دخل فينا ضربه الجزاء اللي في اخر دقيقه. Aber schlussendlich, glaube ich, war der Sieg verdient und ja, wir freuen uns dann. Ich glaube, dass wir in der Endphase, dass wir den Sieg verdient haben und glücklich sind, dass wir in der Endphase sind. Ja, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis Ende Monat. Also es ist natürlich auch wichtig, dass man Gespräche führt und das geht nicht so von einem Tag auf den anderen, weil da viele Dinge zusammenpassen müssen. Auf der einen Seite der Spielerberater, dann der andere Verein und dann ist natürlich auch an Verhandlungen, um dann einen guten Preis zu bekommen. Und ich denke, dass wir bis Ende Monat ja, noch was finden werden. Wir haben lesa Zeit bis Ende Monat. Wir ان شاء الله ان احنا نقدر نتعاقد فيه مع مهاجم. احنا عشان هتبقوا عارفين المفاوضات بتبقى مرهقه، بيبقى في حوارات كتير، لازم حاجات كتير انها تتم، ان النادي يوافق على بيع اللاعب اللي احنا بنختاره، ان اللاعب يوافق، ان المبالغ الماليه تتوافق، كل الحاجات دي. فبتخش في مفاوضات مرهقه احيانا جدا عشان خاطر ان احنا نلاقي اللي احنا عايزينه بالظبط. لكن انا واثق ان شاء الله ان احنا قبل نهايه الشهر هنكون معانا المهاجم باذن الله. Ja, ich wollte heute denen die Möglichkeit geben, dass sie das erste Mal dabei sind. Es ist natürlich auch noch früh, dass sie noch nicht alles intus haben. Die anderen sind jetzt vier Monate mit uns zusammen, wissen, was wir spielen wollen, Laufwege, wie es in der Defensive auszusehen hat. Und die Neuen, die brauchen sicher noch Zeit, um das alles zu perfektionieren, aber sie machen gut mit, sie hören zu und ist jetzt auch ihr Einsatz, ihr Kurzeinsatz war auch gut. Und das ist natürlich auch wichtig, dass wir eben genügend Spieler haben, es sind immer wieder Verletzte, die ausfallen und dann müssen die anderen bereit sein. Und das sind, wir haben noch andere mit Kuka und mit Messi, die heute vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, dass sie nicht reingekommen sind, aber ja, sie sind jung. Und ich kann ihnen sagen, okay, ihr müsst weiter dranbleiben, ihr müsst weiter Gas geben und dann werdet ihr auch wieder die Chance bekommen, um zu zeigen, was ihr drauf habt. هو النهارده هم طبعا الصفقات الجديده ما بقاش بقالها كتير معانا وبقالها وقت قصير، عكس لعيبه بقالها معانا اربع شهور خدت الكوره بتاعتي عرفت انا عايز ايه بالظبط. فهم هيحتاجوا وقت، هيحتاجوا وقت ان هم يبينوا كل امكانياتهم ويقدروا ان هم يظهروا في الكوره بتاعتي، يقدروا ان هم، لكن هم بداوا بدايه كويسه جدا، بيسمعوا كويس قوي، بيحاولوا ينفذوا كل حاجه في وقت قصير. شاركوا النهارده وقت مش طويل، لكن كلهم الثلاثه قدروا ان هم يعملوا حاجات كتير من اللي انا طالبها منهم، بيحاولوا يطبقوا، ظهروا بمظهر كويس. وده عامه لاي لاعب ان بتحتاج دايما وقت عشان خاطر تقدر ان انت تفهم فلسفه النادي الجديد والمدرب الجديد. رساله ثانيه بحب اوجهها مثلا لكوكا وميسي، كانوا محبطين جدا بعد المباراه ان هم ما شاركوش، هم لعيبه صغيره والمستقبل قدامهم وهيجي لهم فرصه زي زمايلهم ان هم يلعبوا ويشاركوا، وانا متاكد ان هم بكره بتاعهم، لكن محتاجين صبر وشغل عشان يقدروا ان هم ياخدوا ما ياخدوا الفرصه ان هم يثبتوا وجودهم في الملعب. Und wir wissen jetzt noch nicht, also es ist klar, wäre natürlich wichtig, dass er mit dabei sein kann, aber jetzt aktuell müssen wir Pflege machen und müssen schauen morgen, wie sich das entwickelt. Wir haben zwei Tage Zeit, um uns da zu regenerieren. Am dritten Tag ist dann das Spiel dann auch schon wieder. Und von daher braucht es noch ein bisschen Zeit, also kann ich jetzt noch nicht sagen, wie es aussieht und dementsprechend ja, müssen wir geduldig sein. بالنسبة لحمدي هو دخل في ثلاث التحامات قوية جدا، الأول الراس وبعدين واحدة ثانية في الركبة وبعدين داس على ركبته وبعدين الثالثة أنكل رجله. فأنا دلوقتي ما أقدرش أقول هيقدر يلحق ولا لا، إحنا هنحاول إن إحنا بكرة نشوف معاه هيستشفى ويبدأ إن هو يريح، نشوف الدكتور يكشف عليه بكرة تاني، نشوف هيعمل أشعة
ونقدر نحدد مدى الاصابه، لكن انا دلوقتي ما اقدرش اقول الاصابه ايه. متهيألي ان هو لعيب مهم طبعا بالنسبه لي جدا، واتمنى ان هو يبقى موجود. هنشوف الايام اللي جايه، احنا قدامنا يومين وبعدين نبدا على طول الاستعداد للماتش يوم الثالث، فما فيش وقت خالص، لكن بتمنى ان شاء الله ان هو يكون معانا، لكن انا ما اقدرش اعرف دلوقتي الحاله عامله ازاي. يا اسكيت Also zuerst mal Spieler. Habda bei Modus Safakat. Natürlich darum, wir haben natürlich ein sehr großes Kader. Wir haben eben auch den einen oder anderen Verletzten. Die kommen aber auch wieder zurück, wie Taher und Persitao. Also die brauchen sicher auch noch ein paar Tage, aber die werden auch wieder dabei sein. Und wir haben aktuell ja, um die 30 Feldspieler. Also es geht darum, dass wir Spieler verpflichten. Wenn wir Spieler verpflichten, müssen die so gut sein wie die hier, wenn nicht besser. Weil es bringt nichts, einfach nur Spieler zu verpflichten, damit wir Spieler haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das gut analysieren, dass wir dann natürlich auch, es muss ja passen haben für beide Seiten, der Spieler muss zu uns kommen wollen. Der Verein muss ihn abgeben und wir müssen ihn auch bezahlen können. Und das braucht und eben auch eine gewisse Zeit. Aber grundsätzlich sollten die Spieler zumindest so gut sein, wie die hier sind, sonst bringt es auch nichts. بالنسبة لموضوع الصفقات، احنا عندنا قائمة كبيرة، عندنا لعيبة كبيرة كتير، وعندنا لعيبة كويسة جدا كتير. عندنا لعيبة مصابين وراجعين قريب إن شاء الله، طاهر، بيرسيتاو. فعندنا قائمة فيها احنا تقريبا بمرن 30 لعيب، فانا عشان خاطر اجيب اي لاعب لازم يكون، ودي قاعدة قلتها قبل كده، ان لازم يكون احسن من اللي عندي. مش هجيب اي لعيب عشان اجيب لعيبة وخلاص، الموضوع من الصفقات وخلاص. احنا عندنا لعيبة كبيرة، عندنا 30 لاعب في القائمة، فمش هجيب اي لاعب كمالة عدد، مش هجيب لعيب اقل من اللي عندي. والتاني بقول ان انا عشان اجيب لعيب في عناصر كتير جدا لازم تظبط. اولا لازم يكون احسن من اللي عندي، ثانيا لازم يكون عايز يجي النادي الاهلي، ثالثا لازم النادي بتاعه عايز يسيبه، رابعا لازم يكون القيمة المالية بتاعته برضو تقدر انها في الميزانية بتاعتنا، حاجات كتير جدا. فكل العناصر دي بنفكر فيها قبل ما نجيب اي لاعب، عشان ما بزودش وخلاص على التمرين بتاعي. يبقى كهربا. Also es hat keiner einen Freischein. Also er hat es gut gemacht. Wir müssen jetzt schauen, er hat bis jetzt noch kein so intensives Spiel gehabt. Und wir müssen schauen morgen, wie es ihm geht und wie er das verkraftet. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht und wir sind froh, dass er so dazu beitragen konnte, dass wir das Spiel gewinnen konnten. مفيش عندي لعيب حاجز مكان، مفيش حد معاه تذكرة يحجز مكان في التشكيل مهما كان مستواه. لكن كهربا اول ماتش يأديه بعد فتره طويله جدا وعمل جهد كبير قوي، فانا لازم اشوف برضه بكره بدنيا هل هو هيبقى قادر ان هو كمان يومين يلعب ماتش تاني عنيف كده ولا لا. فتاني الموضوع انا بشكر كهربا ومبسوط جدا ليه ان هو عمل اداء كويس النهارده وساعدنا ان احنا نكسب المباراه النهارده، لكن مشاركته دي لسه عليها علامه استفهام. حديث مهم شامل جامع رايق صادق، اتكلم كل سؤال ادى الحته اللي الناس عايز يفهمها له. اولا اشاد بالاداء ولكن اللعيبه عملوا ما كنت اتمناه واطلبه منهم، سواء من الاختراقات او اللعب او الجبهات او تنظيم الشكل التنظيمي في الملعب. جه عند كهربا قال مطلوب منه، يعني عمل كل حاجه طلبتها، تحركات اول مباراه، أداء كويس، ورجع هاخد من الآخر بقى. طيب هتعمل إيه؟ يعني هو معنى كده؟ قال له لأ، مش ما فيش حد حاجز مكانه، وإذا كان كهربا هشوف إذا كان يقدر يلعب ماتشين بعد الغيبة، دي نقطة في منتهى الأهمية. دائما اللاعب يا أستاذ إبراهيم لما يجي من ابتعاد يقدر يلعب أول ماتش بقوة. جسمه بقى هيتحمل المجهود ده، وبعد كام يوم يلعب ماتش تاني وقد ايه، يعني دي حسبه فنيه. فكان صريح فيها جدا، مفيش حد حاجز مكانه. اللعيبه اللي ما لعبتش زي اللعيبه الصغيره، هو اتكلم على ميسي وكوكا، قال لك ما يزعلوش، دورهم جاي وانتوا هتتعلموا كتير وهتلعبوا كتير، المستقبل بتاعكم جاي، بس ايه واحده واحده كده، وما هياش العمليه
يعني ما تخليش دماغك هي او دماغ اللي حواليك تقودك، سيب لي نفسك وانا هقدمك باحسن صوره. كمان اتكلم على العنف، حمدي فتحي قال لك ده عنف مركب، ثلاث اربع حالات، مره في الراس ومره في الركبه ومره في الفخذ ومره في الانكل يعني. وده اللي انا بقوله، اصبحت كره القدم عمليه يعني ما فيهاش فير بلاي خالص، ما فيش لعيب، ما اقدرش اقول فيه تعمد، لكن اقدر اقول فيه عدم حرص على سلامه اللي قدامك، انا عايز اقطعها باي طريقه. ولكن هنا والغايه لا تبرر وسيله، لانك انت لو اتعامل معاك كده هتعرف قيمه راس مالك، راس مالك صحتك، راس مالك انك تطلع سليم. فلما تاذيني انت بتقطع عيشي، بتاثر على اداء الفني يا عالم، وانا متالق دلوقتي هرجع للحاله دي امتى، حد غير ياخد مكاني يعني. يعني يجب نراعي ربنا شويه واحنا بنلعب كوره في الاجزاء دي. انا عجبني منطقيه كولر، عجبني هدوءه، حتى اما حب يدعبهم ها يعني زي قلت ايه، عايزين يلحقوا العشاء ولا ايه، تمللوا فقال لهم انتوا ايه عايزين تلحقوا العشاء، ضحكوا. ليه التعليق الذكي ده؟ هو انتوا لما اكون انا الماتش وحش ومخنوق ولا النتيجه مش عاجبه الناس تبقوا عايزين تقعدوا وتسالوا وتتمادوا وتكتروا الاسئله، ولما تكون الليله حلوه سؤال واتنين ويلا بينا ما نتكلم مع بعض، نعيش اللحظه. ده كان كلام مهم جدا عن مارسيل كولر، كيف بقى يفكر في مباراه السبت، مباراه القمه التي يترقبها الجميع، حوالينها كلام كتير جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه الليله الحلوه اللي كانت بعد ماتش سموحه او في مباراه سموحه الكل استمتع بيها، كابتن وليد صلاح الدين في تحليله قال الحقيقه اللي الناس في لحظات الغضب محدش كان عايز يعترف بيها، اللي هي ايه؟ نسمع وليد. كابتن وليد، لقاء كله مكاسب للاهلي، يعني تخطى سموحه، صعد للنهائي، استعد للزمالك، ورجع كهربا، وشاف الصفقات الثلاثه الجديده. كلام صح مليون في المية، وده الجزء بتاع اللعيبة. طب ده اللي احنا بنقوله للعيبة على طول، سهل المباراة علشان المباراة تطلع بمكاسب كبيرة. كمان التجربة نجحت، الفكرة نجحت، كهرباء، ففكرة مستر كولر، عشان كده لو جبت فرحة مستر كولر بعد هدف كهرباء بالرهان قبل اي حاجة، برافو عليك، صح، هو كسبان اصلا اتنين، صح، يعني الهدف التالت ما فرحش في الهدف الاول والتاني كده، فالفكره حلوه قوي، اشتغلوا بشكل كويس قوي. محمد هاني مع حسين الشحات جابها مهمه للنادي الاهلي، جابها زي ما الكابتن عمر قال، محمد هاني وحسين الشحات اكثر من رائعه. الناحيه الثانيه علي معلول وعبد القادر جابها حريفه قوي، فالجبهتين دول لازم النادي الاهلي يحافظ عليهم. هو ده بس لا، وقفشه اللي برضو تعرض لانتقادات شديده جدا، وحتى برونو سافيو اول ما جه. فبالتالي تاني هعترض على كلمة يعني اتقالت في كذا استوديو من وجهة نظر انا الشخصية. طب لا، افضل سكواد موجود او احسن قائمة موجودة هي قائمة النادي الاهلي. والله بلا اي خلاف. بص كم الغيابات في النادي الاهلي، انا عاجبني جدا 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 دخول مروان عطية. صح. انا مش حاسس ان هو دي اول مباراة لي. لا، ده يلعب ماتش الزمالك اللي جاي. يعني اذا حمدي فتحي فيه حاجة يلعب مروان عطية جنب اليو ديانج ما فيهاش حاجة خالص. اوكي، بتفق معاك مكاسب بالجملة النهاردة. طيب، عندما تحدث الكابتن وليد انا شخصيا بحب اسمع. صحيح. ليه؟ لانه بيحاول يكون بيلمس على حاجات يمكن ما حدش بيقف عندها. فاتكلم على الجبهات، لما تفكر فيها جبهه اليمين كويسه، جبهه الشمال كويسه، تتسم بالتعاون والاثنين قدام بعض، سواء هاني مع الشحات او علي مع عبد القادر، فايقين وكويسين. كمان اتكلم على قفشة وبرونو. قالك هو في كل مركز في كل الاهلي يملك الافضل. فخلص من دي ايه بقى؟ الاهلي عنده احسن سكواد واحسن لعيبه، وده اللي في بعض الاوقات وانت متضايق لو حد قالها لك ما تحبش تشوفها في نتيجه سلبيه، او على فكره ساعات مخاوفنا من اللي جاي بتحكم على اللي بيحصل
بطريقة أسوأ مما يحدث. يعني تلاقي الموقف مش بهذا السوء، بس أنت من قلقك خايف على اللي جاي، ما هو أنت عارف مش مطمن، واللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي، والسنة اللي فاتت والشبح ده هيفضل يطاردنا شوية. كمان بيتكلم على الصفقات الجديدة، فهو يعني بيقول لك عجبني جدا دخول مروان عطية، وشاعر انه منسجم وانه باذن الله يقدر يعوض غيابات اذا كانت هتحدث لا قدر الله. يعني المكاسب كتيره يا استاذ ابراهيم. كمان كريستو بيشي بالمهاره بتاعته، وهو الكولر قال يعني بعض التطوير التكتيكي هيبقى كويس جدا. الباك رايت طبعا كل الناس شايفه انه قوي ويستطيع، خالد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح انه يتحمل المسؤوليه ويقدر يعوض مع هاني في الجبهه اليمنى. يعني اذا يعني لما كولر بيدي ثلاث صفقات جديده فرص، لما كولر بيدي كهرباء العائد بالضغوط اللي هو عليه والكلام الفارغ اللي عمال بيتقال عليه وحتى مش مهنيينه بالماتش ده، ها عشان يخاف وهتتوقف وهتتعمل، وللاسف الشديد يروج لهذا الامر بعض الاعلاميين اللي مش دورهم، ده مش دورهم. واحنا قلنا الكلام ده بالاسم يعني. فعجبني جدا ان ياتي كلام الكابتن وليد بهذا التحليل رايق ومنصف، ويخلينا نفكر ونتدبر ونطمئن. ده كلام مهم جدا، وايضا الكلام المنصف من الكابتن محمد عمر. النادي الاهلي واضح من البدايه انه في سيطره كامله، في تعاون وانسجام بين اللعيبه كلها، تحركات واعيه بكوره بدون كوره، انسجام واضح جدا بين كهربا وحسين الشحات بالتحديد. مفيش مركزيه في اللعب في الشق الهجومي صح، لكن بيقابلوا الحقيقه ارتباك واضح جدا بسبب الهدف المبكر، ولا ارتباك بسبب حاجه تانية؟ لا، بسبب التحركات الواعيه جدا من لعيبه النادي الاهلي سواء نص ملعبه او المهاجمين. بالاضافه الحقيقه انا شايف نقطه مهمه جدا، وهي ان كهربا عاطي ثقه عاليه جدا للي حواليه. فصال وجال في الملعب الحقيقه، كان في جبهه يعني خطيره او مهمه جدا، جبهه النادي الاهلي اليمين اللي كان نجمها الحقيقه محمد هاني، عامل ماتشات حلوه، هايل وهاني لعيب الحقيقه عصري يعني نموذجي يعني، فعمل جبهه كبيره جدا هو وحسين الشحات، ارهقت فريق سموحه طوال المباراه. سموحه الحقيقه يعني مفيش حاجه يعني تذكر نتكلم عليها، زي ما قال الكابتن فضل والكابتن وليدي، التبديلات فرقت كتير كمان، فرقت كتير وفرق لما يعني بتعمل تبديلات وانت نفسك مستريح وبعدد وافر من الاهداف، عكس لما تكون الامور متوتره يعني صح. فاعتقد صح. التبديلات كلها خدت ثقه، خاصه مروان عطيه وكريستو الحقيقه لمسته بتقول ان لعيب كويس جدا يعني. هي مباراه كانت سهله الحقيقه، عكس ما كلنا توقعنا صح جدا. كابتن محمد عمر من المدربين و يوصل لنقطة معينة، راجل بيحلل اللي شايفه وبلغة راقية، ويعني قال ان التحركات واعية بين اللعيبة وجبهات منسجمة، وسمى طبعا هاني هايل هايل هايل، شحات اداله حقه، ويعني كلهم اجمعوا لدرجه ان يعني كان في حيره مين افضل. لكن طبعا اللي سرق الكاميرا كهربا. طب اتسال، انما قال جمله هي دي المهمه وتوضح لك الكلام اللي ساعات الناس تقوله وتكسب ثلاثه، يقول لك الفرقه اللي قدامك ما جاتش النهارده. قال لك كان في ارتباك تألق من لاعب الاهلي والتزام تكتيكي وتنوع، ولكن يقابله ارتباك من لاعب السموحه بسبب، هنا النقطه، بسبب التحركات الواعيه جدا من لاعب النادي الاهلي في سرعه وانتشار. اذا انت لما بتلعب بتفرض على اللي قدامك يعمل ايه، الارتباك مش بتاع المنافس جاي بسبب كده، انت كويس عشان اللي قدامك وحش. طب ما هو ممكن يبقى وحش وانا وحش، ده سبب مش نتيجه. ده كلام مهم جدا. لكن كمان الكابتن وليد والكابتن محمد عمر والكابتن محمد فضل لما تسالوا مين رجل المباراه، نشوفهم اختاروا مين.
مين هو رجل اللقاء؟ مين مان اوف ذا ماتش؟ مين افضل لاعب النهارده؟ كابتن عمر مين احسن لعيب النهارده؟ والحقيقه معظم لعيبه النادي الاهلي النهارده ادوا بشكل جيد جدا. لكن يعني هو واحد من اثنين، كهربا وحسين الشحات، خاصه في الشوط الاولاني رجح كفه كهربا لانه بعيد عن الملاعب فتره طويله، صح، وبيعود كانه ما كانش بعيد، هو ده اللعيب المهاري، صح. فكهربا اعتقد كان افضل لاعب، افضل لاعب. كابتن وليد، اه بتفق مع كابتن عمر، كهربا هو رجل المباراه، اثنين اسيست وهدف وضيع انفراد، ويعني اشتغل اتحرك بشكل كويس جدا، اتعامل مع كل الكرات بشكل حلو قوي. عاجبني قوي 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 تحركه في الهدف الثالث، يعني لعيب كبير وخبره كبيره، ان في توقيت معين وهو حسين الشحات بيستلم هو راح مغير الترن وراح مغير اتجاهه في اللقطة دي. بص غير هنا، خد القرار، صح. ممكن لعيب تاني يفضل مستني، لعيب تاني يروح على الضيقة، وطبعا كمان اختيار الأداء المهاري بعد الأداء البدني. كهربا رجل المباراة مليون في المية. مودي اثنين، كولر عشان دفع بكهربا، أيوة. علشان حتى تغييراته النهاردة حلوة، صح. وكهربا بص، ودي يا كريم مش عشان الاثنين اسيست وجون، طبعا ده لازم ياخد مان اوف ذا ماتش، بس كهربا انا بقول بقى للفراوده اللي لعبت، الفرق بين كهربا النهارده وبينهم ان هو جوه ال 18 على طول، صح. ويمكن كابتن وليد شرح الجون اللي جابه، بيطلع يدخل تاني جوه ال 18 مكانه المفروض انك على الورق مهاجم تبقى جوه ال 18، بقيت اللعيبه بتبعد بره ال 18، وبالتالي لو انت بصيت في اي هجمه بتلاقيه على طول عاوز ياخد من تحت، عاوز يستلم بره ال 18، خليه جوه ال 18، كل ما تبقى قريب من المرمى كل هتقدر تسجل من مره واحده او حتى تستلم او هتصنع. النهارده كهربا اثنين اسيست هتلاقيهم جوه ال 18، يعني طلع بره في الجون الاولاني ودخل عمل اسيست، الجون الثاني استلم عمل اسيست، الجون الثالث بص كان واقف فين والتحرك اللي كابتن شرحه وحاطط تشيب باس، فلا طبعا مان اوف ذا ماتش بلا منازع. يعني الثلاث محللين وهم لعيبه لهم ثقلهم يعني احتاروا مين رجل المباراه، ولكن مؤكد لفت نظرهم الرجل اللي بقاله اكتر من سنه قاعد ما بيلعبش، وبعدين لما يلعب في ظل الضغوط دي كلها اكنه بيلعب بانتظام الا من ناحيه اللياقه البدنيه شويه، لكن فكرته عن تحركات المهاجم مختلفه على طول جوه ال 18، يعني التارجت بتاعه يكون في ال 18 بالوش مواجه، زي ما قلت لك خد كوره وجري بيها، الثانيه محطه ولف وساعد، الثالثه جاء الشحات واقف في نص الملعب والكهرباء ناحيه الشمال راح لافف من وراه وسابقه عشان لما قطم راح مديها له حنينه، قدر يعمل فيها الفكر النموذجي ان كره تشيب يرفعها من فوق الجول، ويبدو الهدف وكأنه سهل، لكن مؤكد لو كان شاط كان ممكن النتيجة تختلف، مؤكد لو كان متسرع كانت النتيجة، لكن التحركات المهاجم الواثق اللي حافظ ممكن يعمل كده. يا رب كهربا يمشي على هذا المنوال عشان مصر تكسب لعيب كويس. ده كلام مهم جدا، بس كهربا ما كانش ممكن يشارك إلا بسبب واحد فقط كان جريء، اللي هو مين؟ نشوف الكابتن عمرو الحديدي اختاروا مين. الراجل جريء لدرجه محدش يتخيلها. قبل ما نقول ان كولر مقتنع بامكانيات كهربا فتره التمارين وفتره المباراه الوديه، نقول ياسين ميكيري المساعد او محلل الاداء عارف مين كهربا، عارف مين كهربا، وده احد اعمده الجهاز الفني اللي شغال مع كولر نوصل له النبض ان كهربا لعيب كويس. دي مهمه جدا. النقطه الثانيه، كهربا عمل ثلاث حاجات. كافئ نفسه، دي اولا. كافئ ثقة المدير الفني، ثانيا. كافئ كابتن محمود الخطيب ان انا في ظهرك. ادي ثلاث حاجات. انا في ظهرك. ظهرك بقى ايه؟ كابتن محمود وجماهير النادي الاهلي بقى حدث بلا حرج عددها قد ايه؟ ما اقدرش اعرفها. انا كهربا ما غابش. كهربا كان لسه امبارح معانا، كان لسه بيلعب معانا الاسبوع اللي فات واللي قبله. اللي واضح كده النهارده في الماتش واضح. الحس التهديفي الاحساسه كابتن جوه 18 كمان، يعني اول مباراه لمده 60 دقيقه او 62 دقيقه، اثنين اسيست وجول وهدف.
اهم معادله بقى يا استاذ محمد، الناس كلها بتتفرج على النادي الاهلي، لا اتفرج على الروح بتاعت النادي الاهلي. اول لما جون الاولاني جه، اول ناس راحت لكهربا شريف شادي كريستو هم الفراوده يعني المفترض بينافسوه كلها، اول كل الدكه راحت لكهربا وهو شاور لهم تعالوا تعالوا نحتفل، وقام رايح لجمهور الاهلي قال لهم انا بحبكم وشاور على شعر النادي الاهلي. حتى حسام حسن لما شاط ضربه الجزاء شاور لجمهور الاهلي وقال لهم انا بحبكم. يعني انت بتقول اللي قعد في الكيان ودخل جوه الكيان وتواجد فيه، دي اقل حاجه هو بيعملها. كهربا عوضت كل اللي اتقال عليك في كلمه واحده، هداف بدرجه امتياز. طيب عمرو الحديدي نقطتين، كهربا هداف بدرجه قدير، عوض حاجات كتير، انصف كل من راهن عليه وخصوصا الجريء جدا مستر كولر اللي وصفه الكابتن فضل. وانا مندهش جدا، الناس ساعات بتكتب حاجات بتبقى ما شافتش، يعني ده الكابتن فضل نجم المباراه هو كولر علشان دفع بكهربا وعشان تغييراته النهارده حلوه. كهربا يختلف عن كل ودخل الاشاده بكولر اللي البعض كان يود ان يختاره نجم المباراه. طيب كهربا نجم الليله، وكهربا وراه مدرب جريء جدا، كل الناس اجمعت خاصة الكابتن محمد عمر، يمكن الباقيين هم ابناء النادي الاهلي اذا كان وليد او عمرو الحديدي او محمد فضل، في النهايه هم ابناء النادي الاهلي، وقد يبدو من المنطقي ومن الطبيعي ان يشيدوا بكهربا وبقرار اشراكه، لكن الكابتن محمد عمر الحقيقه كان منصف جدا لكهربا. الغريب جدا مع هذا الاجماع على شجاعه وجراءه مارسيل كولر في الدفع بكهربا والبدء بيه، لاعب زي بشير التابعي الراجل ليه راي تاني خالص. نشوف كهربا النهارده لعب عشان حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هم يخلصوا عليه في النادي الاهلي. النادي الاهلي لو كان عايز كهربا كان دفع الفلوس من بدري، لو كان حاسس ان هو محتاجه كان دفع له الفلوس من بدري. وكويس ان كهربا صبر الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني كهربا لعب النهارده قضاء وقدر، يعني بقرارات الله اعلم مظبوطه ولا مش مظبوطه هيبان بعد كده. تاني حاجه ان كهربا لعبه النهارده بعد سنتين ونص او اكتر او سنتين ما كانش بيلعب، هو قصه عندي مش اكتر، عندي في نادي الزمالك. لعيب الكوره لما يكون لعيب عندي بقاله سنه ولا ثلاث شهور ولا اسبوعين ولا ثلاث اسابيع، وحتى لو كان مكسر الدنيا وموقوف وباجي العبه ماتش قبل نهائي كاس، ده راجل بقاله سنه. لا لا لا، هي قصه انا من وجهه نظري برضو بقول ده لعب النهارده عشان حاجتين، عندي في نادي الزمالك وعشان يخلصوا على كهربا خالص، وربنا كرمه بصراحه. الحقيقه رؤيه رائعه، انا بلعب كاس كده امام فرقه كده برضه، وانت رئيس شركه الكوره عايزين تخلصوا على كهربا اشركتوه يا النبي عشان ما اصل يا استاذ ابراهيم انت ساعات يبهرك الشخص الذي لا يحب النادي الاهلي عندما يصل الى امور من بطن الحوت. هذه فكره جات له ازاي؟ ان النادي الاهلي هيلعب مباراه اقصائيه في كاس مصر، وشاف ان المنافس بتاعه التقليدي خرج قبليها بيلعب كهربا الله اعلم مظبوطه ولا مش، لا ده انت عندك جواب رسمي. والاهلي عشان ما جاوب على السؤال اللي انت بتقوله ده تحديدا يا كابتن بشير، اصر ما يلعبوش الا لما يجيله جواب صريح ورسمي من اتحاد الكره، الا اصر يفهم الموضوع صح من الاتحاد الدولي وبناء عليه طلع الجواب، فاطمن خالص ان الموضوع صح الصح. لكن ايه عايز يخلص عليه؟ انما الاهلي يلعبه عشان يخلص عليه، والله يعني الاهلي خلص عليه ولا خلص على نفسه؟ يعني كهربا لو لعبه عشان يبان انه سيء مش كده ولا ايه؟ عشان يخلص عليه. طب هو لو سيء الاهلي يخسر ويخلص على كهربا ولا على نفسه؟ يا راجل يا راجل. طب انا مش هعلق، هسيب الناس تعلق في الحته دي، لان الحقيقه الكلام من اغرب ما يكون. يعني لما الحقيقه لما تبقى انت مش حابب حد ممكن يطلع منك كلام من النوع ده. طب نشوف اللي بيحب وعنده رؤيه مختلفه بقى زي الزميل العزيز تامر امين عن هذه المباراه. ليله حمراء بامتياز، ليله اهلاويه سعيده بامتياز. ليه بقول انها ليله حمراء واهلاويه سعيده بامتياز؟ لان فيها حوالي 740 مكسب.
عارف لما تضرب كده 500 عصفور بحجر واحد، اهو الاهلي عمل كده النهارده. الاهلي النهارده ادى ثقه لجماهيره بعد التعادل مع المصري رغم ان انت معتلي قمه الدوري، فالنهارده صالحت جماهيرك واسعدتهم، ادي اول مكسب. اثنين، طبعا صعدت ووصلت الى الفاينل واصبح الفوز بلقب وبطوله كاس مصر الغاليه جدا لوية على بعد خطوه واحده رغم صعوبه طبعا مواجهه نادي بيراميدز القوي. ثلاثه، اداء لعبت الاهلي النهارده خصوصا في الشوط الاول كان السيرك القومي، اداء وبساط وتكتيكات ومهارات وفرص واهداف وزي ما انت عايز تقول قول. اربعه، العوده الحقيقيه للاعب اسمه حسين الشحات، فده مكسب مهم جدا جدا جدا، استعاده حسين الشحات لمستواه قبل الديربي مع الزمالك يوم السبت الجاي وقبل نهائي الكاس وقبل الاشتراك في كاس العالم للانديه. المكسب اللي بعده محمد هاني، من نجوم المباراه اداء تقريبا ولا غلطه، تقريبا ولا غلطه دفاعا وهجوما. ثم المكسب اللي بعده هو ان انت عشان فزت فوز مريح في الشوط الاول 3-0، فالفوز ده وراحه المباراه وهدوء اعصاب المدير الفني خلاه يدفع بكل الصفقات الجديده ويشوفها بعينيه، فدفع بمروان عطيه ودفع بكريستو اللي هو محمد الضوي. والحقيقه انا بقول لكم الاثنين دول تحديدا مش محتاجين فتره تقييم ومش محتاجين ان احنا نقول هينجح ولا لا، بعد توفيق ربنا ان شاء الله. كل عصافيرك يا كابتن تامر بتلخص ما قاله الكباتن اللي أشادوا بكل النقاط اللي حضرتك قلتها، واحنا بنتفق معاك وربنا كده ايه يسعدنا ويسعدك ونقدر نجيبك باستمرار وانت فرحان كده. طيب ما نشوف رأي تامر امين في كهربا اللي الاهلي تعمد انه يحرقه، نشوف. اهم مكسب النهارده هو عودة كهربا. النهارده اول لقاء يلعبه محمود عبد المنعم كهربا مع الاهلي من شهر مايو اللي فات، والحقيقه اشراك سويسري كولر لكهربا النهارده مغامره شديده لانه اتفكن عنه الايقاف امبارح، يوم تاني يوم ينزل له التشكيل واساسي. فبصراحه كولر ده قلبه ميت وقلبه قاعد، وانا بحب النوعيه دي من المدربين. واحد تاني كان قال لك لا يصبر بقى وتدخله 3-4 ماتشات كده الانسجام، كولر قال لك لا جاهز ينفع يلعب انزل. وعشان المغامره صح ربنا يكرم، لما تكون دارس صح ومخطط صح وعامل شغلك صح ربنا يكرم في المغامره اللي انت عاملها طالما محسوبه. النهارده مان اوف ذا ماتش ام في بي للمباراه محمود عبد المنعم كهربا، الشوط الاول 2 اسيست و1 جون، مفيش بعد كده في 45 دقيقه اسيستين، الهدف الاول اسيست منه والهدف الثاني اسيست منه والهدف الثالث اسيست ليه، 2 اسيست منه و1 اسيست ليه. حسين الشحات عمل توقيفه خرافيه لكره عاليه ورقص ترقيصه خرافيه واداله اسيست عالمي، حطها بقى كهربا ايه كده سهله. هو ده بس المشكله انه السنسور كان فيه مشكله، لكن ما علينا. اتاني النهارده كولر وهو بيتفرج على كهربا في الشوط الاول ضحكته من هنا لهنا، قال لك الله طب ما في لعيبه بتعرف تحط جوانا اهي، طب ما في لعيبه بتعرف تتحرك وبتعمل بساط وانتو وسروهات الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء زي ما قال الاستاذ تامر امين، لانه زي ما المهندس عدلي اشار يا رب نجيبك دايما كده وانت مصهلل وغزلتك رايقه كمان. الحقيقه على ذكر كهربا او على ليله كهربا، كابتن خالد الغندور عمل وصلة في المقارنة بين الأهلي وموقفه من عصام الحضري لما مشي من الأهلي 2008 راح سيون السويسري والأهلي لجأ ضده للفيفا، وبين كهربا دلوقتي، وبيقارن فيما يراه خالد الغندور إنه في تعارض وتضارب وتناقض وحاجات كتيرة مش راكبة على بعضها في موقف الأهلي من الحالتين، وهو بيضم كهربا وهو بيشتكي عصام الحضري. انت القاسم المشترك فيما بين الحدثين هو تقريبا اشاروا اليه. هو الحقيقه بسم الله ما شاء الله متذكرني اليومين دول، وانا
بالعكس. انا عايز اشكره بقى لانه فكرني بحاجات. ما هو عيني يعني سأل سؤال برضه في فقرة تانية، ما انت رايح بتكسبه مليارات وعمال ايه وعاد القيعي بيقول عندنا فلوس، هندفع فلوس رهيبة في مهاجم جاي ودفعوا 300,000 دولار في كريستو، ما تدفعوا فلوس كهرباء، ما هو لعيب مهم، ولا هي اللقطة؟ هي اللقطة. تصور بقى، ما ورناش ليل نهار غير نعمل لقطة علشان نغيظك ونضايقك. تصور يا كابتن خالد، بنشتغل عشان اللقطة دي. حاجة. الموضوع التاني بقى، اللقطة التانية برضو أشكره عليها الحقيقة، بيفتح مواضيع لذيذة يعني. بيقارن بين موقف الكابتن كهربا والكابتن عصام الحضري. طب ما تيجي نفتكر كده الكابتن عصام الحضري الأول. 2008 مصر راجع من كأس الأمم. الكابتن عصام الحضري راجع أحسن لعيب في أفريقيا من كأس الأمم في 2008 اللي في غانا. الكابتن عصام الحضري اتجدد له في نوفمبر. تمام. نوفمبر ديسمبر جه في يناير قال عايز أمشي. ولا لا جه في فبراير. ده لو هو قال في يناير كان عندك فرصة. كان عندي فرصة إن أنا أستبدل جون بجون. القيد الشتوي خلص، قفلنا. أنا بس بذكر بسرعة كل الجرايد. الكلام ده 2008. قال لك يعني. الأرسنال عايزه، مش عارف مين عايزه. فهو لما قال إن رئيس النادي جاي بكرة بطيارة خاصة وبتاعه ونطلع له المطار ونقابله، أنا صحيت بدري ورحت التمرين عشان آخده الروح، بعدين قال لي لا ده هو جاي النادي. اكتشفت إن مش الأرسنال بيتين، ان انا اعتقد لان الارسنال وقال لك هيدفع 18 مليون سليني تستحق انك تعرض وتفكر موضوع كبير. بمناسبه الارسنال، وبعدين كابتن عصام لو قالوا الارسنال من الظلم، والله ده اللي انا قلته. ان احنا انا عايز اقول لك على حاجه اتذكرها بمناسبه الارسنال. انا كنت معاهم في غانا في مطار اكرا واحنا راجعين، وعصام معايا الكاس، فواقف انا والكابتن فتحي نصير الله يديله الصحه. جه عصام قال لي عايزك دقيقتين. قلت له خير؟ قال لي حاجه تخصني مع النادي. قلت له طب تخصك مع النادي ما تخص الكابتن فتحي، يعني قول والكابتن فتحي يسمع رايك. فقال انا جاي لعرض. قلت له كويس، من الارسنال ولا مانشستر؟ لانه كان طول الوقت الناس عمال تقول مانشستر يونايتد عايزه والارسنال عايزه. لا ده الارسنال في الصحف كتبت 18 مليون استرليني. فقلت له بص يا عصام قدام الكابتن فتحي، قلت له لو الارسنال او مانشستر يونايتد الاهلي لا يمكن يقف في سكتك، انت موقفك ايه من النادي؟ قال لي انا جددت. ايوه. قلت له طب ما هو انت جددت يبقى مش هينفع تمشي الا عن طريق النادي، والنادي اكيد لو حاجه زي الارسنال او مانشستر يضحي، بس احنا في فبراير القيد انتهى، يعني اكيد الارسنال او مانشستر عايزينك في نهايه الموسم لموسم جديد. فسكت وقال لي مش بالظبط كده. قلت له امال ايه؟ ما كملش الكلام الحقيقه ودخلنا الطياره. نفاجئ جه بعدها بكام يوم ماتش الاهلي والمصري. عصام لعب ماتش الاهلي والمصري. ايوه ما لعب بالليل. الصبح كان في المطار واحد كلمني من المطار قال لي كابتن عصام قدام الطيران السويسري. حتى انا لما قلت لمانو جوسي قال انا كنت حاسس. مش قلت لكم انا كنت حاسس؟ مع انه قبليها يعني فهمت من كابتن حسام. انا مش عايز ارجع الامور لان نفس كابتن حسام دلوقتي حاسس ان ده كان غلط. انه كان غلط. ده من القرارات الغلط اللي خدها. والراجل يعني ندمان على الموقف. صحيح. ومقدر موقف الاهلي في نفس الوقت يعني. فانا لما 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 قال لي تعالى انا مستني ان اللي يخش عليا مسؤول من الارسنال، قال لي رئيس نادي الارسنال هيجي، فلقيت بيقدموا لي سيون السويسري. انا عملت كده وجاي معاه واحد اسمه مضياف مغربي وجايب المدير الفني بتاع الفريق. فلما قلت له شوف انا من غير ما انا هتكلم، انا مش دوري ناخد قرار، لكن انا هفكرك بس يا كابتن عصام الناس دي عارضه كام؟ قال لي 400,000 دولار.
قلت له يعني مصر كلها بايته في 18 مليون استرليني، يفاجئ ان النادي الاهلي بيسيبك في نوفمبر اللي ما فيهوش تعويض، في فبراير، في فبراير اللي ما فيهوش تعويض في القائمه الافريقيه، وهنلعب بحارسين منهم واحد ناشئ وامير توفيق، امير امير ومعاه حارس ناشئ. يعني انا شايف ناجل، ما تيجي ناجل لاخر السنه، امير عبد الحميد امير وناجل لاخر السنه وساعتها مش هنوقف في سكتك لا يمكن يعني. ايوه قال لي لا ما هو هم هياخدوني عشان في الصيف يودوني انجلترا. قلت له طيب كويس، هم واخدينك يعملوا بيك ايه عشان يعني يقدروا يعملوا فرق سعر او بتاع؟ هندي لهم اللي هم عايزينه لو جابوا لك انجلترا وخليك معانا وقضي معانا وبتاع. المهم الكابتن حسن طبعا اتكلم قال مستحيل، وكابتن خطيب قال مستحيل، فهم رفعوا العرض المليون دولار ساعتها. قلت له والله بقى ده قرار فني لازم، ندهت بقى كابتن حسام البدري فقال لي سيبهولي، دخلوا مع بعض وبعد شويه قال لي خلاص هو اقتنع هيستنى لاخر الموسم ولعب المصري، وانا فاهم ان المشكله انتهت. اتاري يعني كان النادي السويسري له راي اخر، رسموا له خطه كده وهو صدقها. اللي يعنيني من القصه دي ايه؟ النادي الاهلي، النادي الاهلي كان لازم يشتكي، بيشتكي احسن حارس في افريقيا اقتحم عقده، فسخ عقده في لحظه تصيب الاهلي بضرر بالغ لانه ملوش بديل في افريقيا. وعقد موجود ومتجدد وموثق، وده من لعيب عندك خارج مباشره بدون مشاكل وبتاع. المهم يعني انا ليه بقول لك شكرا كابتن خالد؟ لانك بقى انا مش هتكلم على موقف عصام، انا هتكلم على موقف النادي الزمالك في القضيه دي كان ايه. وعصام عليه حكم لم يسدد، قيده الزمالك في قائمته ولعب قبل منه الاسماعيلي، قبل منه الاسماعيلي والزمالك كده هم ضم العصام وهو لسه ما سددش للاهلي، ما سددش في ظل استغناءات مؤقته. في ايه تاني يعني؟ مش جاي لهم فري من نادي زي النادي كهربا، نقارن بقى، كهربا كان عنده مشاكل مع نادي الزمالك وكان في مناوشات وفي عقد مختلف عليه، وعقد مختلف عليه في ميعاد القيد وميعاد التسجيل، وانه ما تسجلش وانه كان اترفع من القايمه عشان هو هيسافر بره، ولا كان في حد قائد، كان في مجموعه من الامور التي عندما عرضت على النادي الاهلي من قبل بعض الناس ومنهم زملاء اعلاميين مهمين عن طريق ان كهربا بيقول لهم كده، قلت لهم الاهلي لا شأن له بهذه الامور. الاهلي كل اللي يعنيه انه كهربا لعيب مهم لكن اذا جاء بلا مشاكل اهلا به، لكن الاهلي لن يتدخل في اي حاجه. يعالجها ازاي؟ له حق ياخده من اتحاد الكوره، له ما يجيب جواب يعني هو وشأنه. فسافر ولعب في البرتغال ورجع باستغنى بالبرتغال، مش فاسخ عقده ولا هربان منهم ولا عامل حاجه او فاسخ عقده، لكن يعني بموقف من البرتغال والاهلي. ولذلك عندما نوقش الامر وارادوا ان هم يعني اختصموا الاهلي، بتاع الدولي قال لهم الاهلي ماله، وهذه حقيقه، قال لهم لم يثبت في كل الاجراءات، مش عايزين نخش في تفاصيل إن لان انا عارف ان كلامي ده هياخدوا منه وفتلوا. بس انا بقوله عشان هو بيقارن امور بامور، ومره مكايده ومره الفلوس. الزمالك خد حكم وله اموال، طبعا خد حكم وله اموال ومن حقه يدافع عن مصلحته. ما تقوم ليش انت على الاهلي يعمل ايه؟ الحكم مش في مواجهه الاهلي. الحكم ده له الكثير من التفاصيل اللي الاهلي لو راح حتى يدفع محتاج موافقات كتيره من جهات مسؤوله بشكل مباشر، فاللي يدفع صاحب الشقه. وهو امر مره يقولوا لك اللاعب عليه كذا والنادي بتاعه التاني عليه كذا، لا بس دي مسؤوليه تضمن قصه كده
فيها تفاصيل قانونيه، تفاصيل، لكن في الاخر الزمالك له حق. طبعا له حق بشهاده الاتحاد المصري اللي طبعا اعتمد عليها الاتحاد الدولي. بالظبط، بس وفقا لحكم المحكمه. اللي هم خدوا معلوماتهم من مين؟ من الاتحاد المصري. انه وثق في ميعاده وكل حاجه. دي مش قضيتنا احنا، دي قضيه كان اثباتها فين؟ في الاتحاد الدولي. طالما الاتحاد الدولي ما خدش القرار اللي يتوقعه اللاعب، يبقى ناديه الاسبق لا حقوق، محدش نازع الزمالك في هذه الحقوق. فارجوك يا كابتن خالد، يعني كفايه كلام في الامور دي، وداع الموقف، نشوف هيوصل لايه. في 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 اتحاد دولي وفي اتحاد مصري، والاهلي ما لعبوش غير لما خد جواب من الاتحاد المصري بانه اعتمادا على مساءلته للاتحاد الدولي موقف اللاعب سليم الى ان تعقد جلسه يوم 2 فبراير. جلسه 2 فبراير هتقول ايه؟ في شكوى من الزمالك هيبحثها، اللاعب هيكون سدد حاجه قبليها ولا لا؟ المحامي بتاعه معتمد على ايه؟ هيقول لنا معتمد على ده ايه؟ ده اجراء كله بره النادي الاهلي، كله بره النادي الاهلي. ولذلك حتى طاقم المحامين هو خاص باللاعب، يعني حتى الاداره القانونيه في النادي ما هياش مختصه بالموضوع، لانه الاهلي لم يقتحم الامر ولا شان له. لكن شانه انه يحافظ على اللعيب ده. أيوه. لانه لعيب مهم. أيوه. هيساعده بكل الطرق الممكنه السليمه الشرعيه اللي تسمح له انه يفي بما يطلبه الاتحاد الدولي منه في لصالح نادي الزمالك. ده كلام مهم جدا في هذا الامر اللي فيه مقارنه او مقاربه ما هياش منطقيه ولا قانونيه ولا موضوعيه بين موقف وموقف، التفاصيل مختلفه تماما. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الاهلي، ما تخافش على الاهلي، لانه دايما بيمشي صح مهما اراد البعض ومهما حاول هؤلاء الاخرون الادعاء الباطل، لانه في النهايه اعتقد الناس بتضحك. لكن مع هذا وفي هذا التوقيت هناك الكثير بعضمة لسانه، قمه المسؤوليه. السبت ان شاء الله 8:30 في استاد القاهره الدولي، الاهلي والزمالك، المباراه من ختام الاسبوع ال 14 للدوري الممتاز اللي النادي الاهلي بيتصدره ب 31 نقطه. نشوف هذا التقرير الصوتي وماذا عن القمه 125. طيب ده بيلخص وبيوفر كلام كتير جدا التقرير ده والنيريشن ده، بيقول الارقام ومعظمها زي ما انتم شايفين في صالح النادي الاهلي. لكن يا ابراهيم انا لا يعنيني هذا الكلام كله. انا دائما يعنيني المباراه القادمه، واللي علمنا التاريخ ان ملهاش اي علاقه بكل ما سبق. ولو ان الاهلي يتعامل بالتاريخ يمكن كان النيريشن ده اتغير والارقام دي اتغيرت. لان الحقيقه من المفارقات الغريبه ان كثيرا ما يتالق الفريق الاقل حظوظ. ليه؟ ولنا عبره، ما هقول لك ليه. بنهائي الكاس السنه اللي فاتت كل الناس قبل الكاس كانت بتقول ايه؟ نفس الظروف دي، وان الاهلي والاهلي هيعمل والاهلي هيساوي. ولكن ليه الفريق اللي بيجي بحذر وخوف، خوف صحي مش خوف بقى ما مرعوب يعني، يواجه فريق منتشي، فريق واثق، بتبص تلاقي الحميه والدوافع هنا تختلف عن هنا. ده بيلعب رايق وهادي وبتاع، والتاني بيقاتل. وانا دائما معني جدا جدا حتى وانت في حالاتك الكويسه بالروح القتاليه. ما لم تكن مقاتلا وشايف ان هي دي الماتش، اي ماتش اللي يجيب لك يعني البطوله، كل ماتش لازم تلعبه بالروح دي، في خطوره عليك. اذا شعرت ان المكسب جاي في اي لحظه في اي وقت، انت تغامر مغامره
ربما تدفع ثمنها. اذا لعيبه النادي الاهلي ونحن نشيد بالجبهه دي وبالجبهه دي وباللاعب ده وباللاعب ده، لازم يذكروا انهم جاءوا من رحم المعاناه مش من رحم الاسترخاء والتالق. احنا في اللحظه اللي صدقناها نخسر. لازم نخاف ولازم ننسى الكلام الكتير الكويس اللي اتقال، ولازم ننسى نتيجة كان ممكن تبقى مش بسهولة دي، وكان ممكن تبقى بسهولة أكبر، وكان ممكن تبقى بصعوبة أكبر لولا الأخطاء المباشرة. أي إنما نتذكر إن سبب يعني سبب التألق التحركات مش الأهداف بس. سبب التألق الجون الثالث تحديدا بتاع الشحات. ازاي بتاع كهرباء الشحات؟ الشحات بتكلم على الاهلي والزمالك. لا الشحات ده هنا في الجون، انا بتكلم على الماتش اللي فات. ما هو الشحات عملها الكهرباء، الشحات استقبلها ولف ولعب ولعب بلعب جماعي. الشحات من مده كان بيشوط الكوره دي. اللي كان بيلعب مكان كهربا ما كانش بيجي من ورا الشحات عشان يقف في الحته دي. اذا السبب التالق لازم الشحات يعرفه وكهربا يعرفه وهاني يعرفه وعلي معلول يعرفه وكل اللعيبه بتاعتنا تعرفه، وهاني الذي يتالق يفضل. لازم تفكروا ان انتم مطلوب منكم هذا التركيز وهذا الالتزام بتعليمات المدرب وهذا عدم الامان من غدر الكره. احنا الماتشات اللي خسرنا فيها نقاط يا استاذ ابراهيم ارقامنا فيها مرعبه. وبنوصل لجول وبنضيع وبنعمل، لكن الكره قد تغدر بك ولا تعطيك المكسب الذي تستحق. ليست لعبه عادله، لعبه فيها السعي الجاد والتوفيق لهذا السعي. ما تعتمدش انك توفق دون ان تسعى. صحيح. فاسعى واعمل اللي عليك الناس تستحملك. المباراه القادمه مباراه نخاف منها. الزمالك عنده ايه؟ اذا خسر هيخسر كل شيء، اذا كسب هيوحي اماله، اذا تعادل هتبقى نتيجه دمها تقيل تدخلك في منافسه خطرة مع آخرين. النهاردة بينك وبين فيوتشر 4 نقاط. أنا بقول فيوتشر كسب دلوقتي نقطة بينك وبينه. أنت بينك وبينه نقطة، لو أنت اتعادلت هتبقى نقطتين. أنا بتكلم التعادل نتيجة سئيلة. وطبعا الهزيمة نتيجة يعني سيئة. لا نتمناها ولا نستحقها في الظرف الراهن ولا تفيدنا ونحن نسعى إلى الذهاب ب ب ب ب بمعنويات جيده، معنويات وشكل امام الفرق كلها. انت رايح وانت بهيبتك واللعيبه لازم تقاتل عشان كل واحد منهم يبقى له حظوظه هناك اللي جاي. ولازم ما يتقالش ان انتوا الفتره اللي فاتت دي طفره وانتهت، لا، ان ده يعكس مستوى حقيقي. هذه رسالتي الى لاعبي النادي الاهلي. خلي بالكم، إذا كان عندك رسالة قولها. طيب الحقيقة هو إيه سبب التفوق في المباراة اللي فاتت؟ لأن أنت بتتكلم في ظل جدول مضغوط، الماتشات كلها كل 3 أيام مباراة. على الناحية المعنوية كان في احترام شديد للمنافس، وكان في تركيز شديد في الملعب. وأنت عندك هذا التركيز وهذا الاحترام للمنافس، أنت عندك إصرار على المكسب. مستر كولر كان مبسوط انه الاداء كله ايجابي، انت رايح للعب الهجومي. الاهلي في المباراه اللي جايه لتامين نفسه دفاعيا محتاج المزيد من الضغط الهجومي. مباراه 2001 لمستر مانويل جوزيه ضد الزمالك اللي انتهت 6-1 كان جزء من السر الحقيقي اللي فيها جو تو جول، روح للجون، اللعب من اول الصفاره وانت رايح للمرمى باستمرار. لدرجه انه هذه المباراه عبد المنصف استقبل 6 أهداف، بس الحقيقه
لو في مان اوف ذا ماتش بتاع الايام دي والجائزه كان ممكن اللقب ده يبقى ما بين خالد بيبو لانه عمل سوبر هاتريك وبين عبد المنصف لانه منع بتاع 7-8 تجوان شبه مؤكدين. لكن فكره النجاعه والجراءه والشجاعه هي اللي صاغت فيلم 6-1 بيبو وبشير. انت في مباراه السبت لازم أن تدرك انك انت جزء من سيطرتك على المباراه التركيز الايجابيه الكره الهجوميه. الكره الهجوميه باستمرار هي اللي بتامنك دفاعيا. مهما كانت عندك نواقص في النواحي الدفاعيه تامينها يبدا بالضغط الهجومي. تامينها يبدا باللعب الايجابي. مستر كولر قال لك الفريق اجاد قدام سموحه كان اللعب على طول بشكل هجومي، التمريرات للامام، الثرو باص كتير، واللعب في ظهر المنافسين كان كتير. لعيبه الاهلي عندها فرصه كبيره جدا. المهندس عدلي اشار الى هيبه البطل وكبرياء البطل. ما تنسوش ابدا ان احنا في مرحله البحث عن الالقاب المفقوده اللي افقدت للاهلي الموسم اللي فات. اذا كنا وصلنا لكاس مصر على موعد مع لقاء مع بيراميدز ما تحددش لسه، الدوري اللي ضاع في السنتين ضاع بجزء كبير من مهام منها التحكيميه بالاساس وايضا الاداريه في الجدول المضغوط في توقيتات صعبه، لكن كان في جزء كمان مع المدرب على اللعيبه، واللعيبه عندها قدر من الشخصيه والمسؤوليه والثقه انه الراجل ده اللي معاهم مارسيل كولر راجل على قدر هايل من العداله. الناس كانت بتتكلم عايز يمشي فلان ومش طايق فلان ومش مقتنع بكهربا ومش عايز ميسي ومش شفت هو الراجل تصرفاته عامله ازاي. فوانت عندك مدرب بهذا القدر من العداله والحسم دي فرصه، فرصه لتعزيز الصداره، فرصه لمصالحه جماهيركم. وجمهور الاهلي اللي هيكون في الاستاد يوم السبت لازم يتذكر انه هو اللي كان البطل الحقيقي في ليله كهربا بتاعت مباراة سموح. خلينا حريصين على المسؤولية. الجمهور كان رائع ويجب ان جدا على هذا القدر لحظات المباراة على هذا القدر مالهاش دعوة بالمنافس. عايزين نضرب المثل. استاذ ابراهيم والنبي فكرتني بحاجة مهمة، لو شارك كهربا هيتعرض لاستفزاز لإخراجه من المنافس وربما داخل الملعب وخارج الملعب. بالظبط يا كهربا اوعى حد يستدرجك إذا لعبت، إذا لعبت ما أعرفش، ويا جمهور الأهلي اوعى حد يستدركه للسباب او التجاوز، وخليك ورا الاهلي مهما كانت احداث المباراه. المباراه لا تنتهي الا مع صفاره النهائي باذن الله. الحكم السلوفيني واضح جدا من شخصيته ان ايده في جيبه طول الوقت، فما فيش خوف من اي فول في اي خشونه او اي التحامات فيها عنف من المنافس، لان هتلقى الجزاء الفوري. ده الحفاظ على المباراه، دي قمة المسؤولية، قمة المسؤولية من اللعيبة تجاه ناديهم وفريقهم، الثقة في الجهاز الفني ومارسيل كولر اللي كله أشاد بجرأته وبشجاعته وبإدارته للفريق. بالإجماع بين كل الخبراء إن الأهلي يضم أفضل اللاعبين، فاضل بس في الملعب جمهورنا يكون إن شاء الله هو الجمهور المثالي، ويكون الثقة من الجمهور المنافس ولاعب المنافس نادي الزمالك انه الكل يعبر عن قيمة الكرة المصرية في هذا الكلاسيكو. ثم التوفيق التوفيق التوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي بإذن الله تعالى. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.